مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نكتشفوا بلادنا، برنامج اللي من خلاله كنتساراو في المغرب، كنكتشفوا بلايص كتعرفوها وبلايص ما كتعرفوهاش، برنامج المسابقات. وهذه الليله حاضرين معنا سته ديال النجوم. مساء الخير ابتسام. مساء الخير هشام، مرحبا بالنجوم اللي منورنا هذه الليله، مرحبا بكم مشاهدينا. برنامج نكتشفوا بلادنا كيف ما قلتي هشام هو برنامج من خلاله كنعاودوا نتعرفوا على المغرب ونكتشفوا كل ما كيخفي من جواهر ومن حويجات زوينه. من طبيعه الحال انتم عارفين ان المغرب من شماله لجنوبه فيه مناظر جميله، هذه الليله غادي نكتشفوا البعض منها، كاين اللي كتعرفوا كاين اللي ما كتعرفوش، غيخليكم معنا غادي نستافدوا هذه الليله. اكيد وحاضر معنا هذه الليله في هذه الحلقه من نكتشفوا بلادنا سته ديال النجوم كيف ما قلنا، فرحان بزاف باش نستقبل سعاد حسن. وسعادة ايضا باستقبال ابتسام العروسي. المشاكس اسامه رمزي. زوينه هذه المشاكس. والغني عن تعريف صويلح. حاضره معنا كذلك رشيده طلال. وممثله سوس لالا فاطمه تحيحيت، مرحبا بك. قبل ما نزيدو ندردشو شويه مع النجوم ديالنا ونتعرفوا على البلايص اللي كيمشيو ويرتاحوا فيهم، بغينا نفكركم فقط بانه مسابقه الاس ام اس كاينه، مازال ممكن انكم تشاركوا الا بغيتوا تربحوا رحلات ولا كذلك بارطما اللي كتبلغ القيمه ديالها 54 مليون. الا بغيتوا تعرفوا كيفاش طريقه المشاركه وتشاركوا من بعد تفرجوا وركزوا في هاد الصور. مسابقه دوزين تعود هذا الصيف باش تمتعكم باحسن الاوقات. كل أسبوع فائز بإجازة لشخصين تتراوح بين 3 أيام وأسبوع كامل في منطقة من مغربنا الجميل تقضي فيها عطلة مميزة تقع في شمال المغرب وتلقب محلياً بالمدينة الزرقاء. تضم العديد من المعالم أشهرها ساحة طحمام، 1 شفشاون، 2 المضيق. أسرع بإرسال 1 أو 2 إلى 9090 وأجب على الأسئلة. الجائزة الكبرى هي شقة رافعة في آخر المسابقة فيها مساحات خضراء وحمامات سباحة قيمتها 54 مليون سنتيم. شارك الآن، حد سعيد للجميع. ثمن SMS 10 دراهم و80. رجعنا معكم مشاهدينا وحنا مازالين عاد بدينا الحلقه ديالنا وغادي نتعرفوا على النجوم ديالنا اكثر. كيف ما قلت البلايص اللي كيبغيو يمشيو ليهم منين هما، مثلا سعاد نبغي نعرف منين الاصل. انا من مدينه اليوسفيه، مدينه الفوسفات. اييه اليوسفيه مازال كتمشي ليها؟ ضروري، ما يمكنش ننسى البلاد اللي دزت فيها وعشت فيها، ومدينه جميله كانوا فيها ذكريات جميله. ولكن الاقامه دابا في الرباط في الدار البيضاء؟ لا في الدار البيضاء. الدار البيضاء من زمان. نعم كازاوية. صافي سعاد. لا صوبوا لي لاكارت ناسيونال. صافي ياك. أسامة أنت تزاديتي في الدار البيضاء ولكن الأصول منين؟ لا أنا في الرباط، أنا بعيد على الدار البيضاء. في الرباط؟ أنا أصلي شلح. منين فين كيفاش ما عرفتش. صح ما عرفت ما كنتي. أصلي ميقن باللي شلح، ما غادي نأكد ياك فين بالضبط. ما كنتيش كتمشي فاش كنتي صغير للبلاد؟ لا ما إلا تطلق الحدوث نشطح. صافي من تما عرفتي. دابا هو هادشي باش عرف راسو شلح غير بالموسيقى ياك. فاش كيجي الحدوث كان كيجيك الحرك فيك شي حاجه. دونك اصلي شلح تيقنت. لالا رشيده مرحبا بك. بارك الله فيك. اكيد حياك الله. نسولك منين العنوان باين من اللباس ديالك، واكيد رشيده طلال تبارك الله معروفه. مي بالضبط من اين منطقه في الصحراء؟ انا من الصحراء كامله، ولكن عشت واحد الفتره كبيره في سوس. في سوس؟ نعم. داكور. في بعض المدن في سوس مثلا تيزنيت تارودانت، يعني تيزنيت والنواحي تارودانت والنواحي. اكيد منطقه جميله غادي نتعرفوا عليها من خلالك خلال هذه الحلقه هذه. لالا فاطمه التحيه. كانوا جارات يعني لالا رشيده ولالا فاطمه. مساء الخير بعدا، مرحبا بك. الله يبارك فيك. شكرا. انا بغيت نعرف يعني انت سوسيه من طبيعه الحال وتدوزي وقت كبير في اكادير ياك اكثريه؟ لا انا من اقليم صويره تمانار. هكذاك من تمانار. ايوا وفي العطل مثلا شنو فاش تبغي تمشي ترتاح فاطمه تحيحيت فين تتمشي؟ في العطل تندوز لتمانار كنشوف خوتي تما حيت دارنا تما فين كبرت. منطقه جميله ومعروفه بالاركان. باركان وكاينه تغازوت. أيوة. تغازوت زوينه تنمشي لها كنرتاح فيها، فيها البحر فيها السمك فيها كل شيء اللي بغيتي، فيها موجود فيها الخير، فيها لوطيلات زوينه تغازوت. ومن بعد كندوز لتاليوين.
تاليوي تاليوي منطقة زعفران فيها تاهي فيها المناظر زوينين فيها الجبال وفيها الماء كيدوز تحت حدا سميتو الإكران تمايا كنمشيو ليهم والزعفران كنمشي لتما تاليوين تاهي زوينة منطقة اللي بغى يمشي مثلا لتاليوين لالا فاطمة فين يقدر يمشي شنو يقدر يشوف شنو فين يقدر يمشي مثلا واش كاين الناس فين يجلسوا فين كاين موجود تما كلشي اللي بغيتي تما موجود كاين كيمشيو ليها السياحه بزاف تما الناس كاين فين تما كاينين لوطيلات تما في تاليوين كاينين الجبوله كيمشيو كاينه الصياده تما وبالخصوص هي فيها الخضوره دائما لا في الصيف نعم كامل ولا في دائما نعم هي دائما فيها الخضوريه فيها الجبال بزاف وكيصيدوا فيها الناس زوينه تاليوين بلاصه زوينه بزاف وغادي نتكلموا عليها من خلال الاسئله من بعد في الحلقه وغادي نتعرفوا على حويجات اخرى. صويلح صافا كلشي بخير؟ والله الا بخير. كي خليتي محمديه؟ واش غنقول لك؟ انا صويلح بان لي مشمش. شويه انا بحرتي شويه. انا والله ما كنفوت الرمله بالله. كنعرف نعوم، ملفت عوم في البانيو وعوم في البانيو، انا الماء ما ندخلش ليه. والله ومن اللي الماء ما طلع على السطح علاش كتمشي للبحر؟ وانا عاكي يقول لك يلاه كنمشي انا راه ما باغيش نمشي والله ما نكذب عليك ما البحر كيعجبك تبحر ما نكذبش عليك كنخرج شويه على المدينه لحقاش البحور هنا راك عارف الاغلبيه كيمشيو ليهم الناس بزاف مشينا لواحد البحر اللي خارج على كازا بشي 50 كيلومتر تقريبا حدا سيدي رحال زوين زعما داك الشيء يا سلام كتوفر فيه الشروط اللي كتبغي ماشي عا كتوفر فيه الشروط تقريبا عاد بحال حنا هما مولي البحر اييه كاينش بنادم يعني الا بغيتي عام مول الطولو ولا سكيمو خاصك تسافر تجيب طولو عاد ترجع واخا لا بحر زوين جيت سيدي رحال اللي بغيت تبحر العائلات زعما الناس ديال كازا والنواحي واش باغيين بولو لا حتى الا كانوا باغيين بولو مشكل عرفتي داك اللي كيبيع القهوه في اللي كيدور بالقهوه لا لقيتيه يفوس لي على راسو ما تلقاهش واخا غادي نرجع معك سؤال اكيد خلال هذه الحلقه ابتسام كلشي مزيان جلستي حدا صويلح دونك ما غاتسكتيش من تحت جلستي حدا صويلح ومقابله مع اسامه يعني فين ما فين ما درتي ما كاينش كيفاش انت كبرتي في خريبكه واخا الاصل من بني عروس ياك كبرت في خريبكه الوالده ديالي خريبكيه حتى هي مدينه الفوسفات بحال اليوسفيه تحيه لهاد المناطق كلها اللي ذكرناها اليوم تحيه اليوم فوالا انا كتعجبني خريبكه بزاف يعني واخا مدينه ديال الفوسفات وهداك الشيء ولكن فيها مناطق زوينه وقريبه لبني ملال فكنا ملي كنبغيو نمشيو كنمشيو لعين سردون كنحاولوا نمشيو نبروفيتيو تما شي شويه كاينه بجاد كاين بزاف يعني قريبه لكازا فكانت مدينه زوينه وباقا كنبغيها لحد الان وكنمشي ليها مازال كتمشي ليها مره مره مازال كنمشي لان الوالده مازال تما دونك كنمشي نشوفها ضروري يلا كنظن اننا درنا جوله عرفنا الجهات اللي كاينه واكيد غادي نكتشفوا جهات واحده اخرى من خلال البرنامج هذه الليله هذه غادي نطلب منكم حاجه واحده تركزوا في الاختيارات ديالكم لانه غادي نبداو ونشرح قانون المسابقه هما اسئله واجوبه غادي نطرح سؤال ما عندكمش الحق تجاوبوا حتى كنعطيكم توب باش تجاوبوا عندكم اربعه الاختيارات وحنا غاديين كنشوفوا شكون اللي كيتميز شكون اللي كيجمع اكبر قدر ديال النقاط وشكون اللي ما كيتوفقش بالاجابه حاجه واحده انا كنفرش اللي ما جاوبش كنقول راه هذا ما جاوبش وكنقول باش جاوب صافي يعني ركزوا سعاد انا واخا ما تقولهاش غنقولها انا صافي برافو عليك عاد برافو عليك يلا غادي نبداو واجدين غادي نبداو بمنطقه عزيزه على لاله فاطمه تحيحيت أيه. تكلمتني يلا. عليها نمشيو للمنطقه ديال لاله فاطمه تحيحيت والسؤال الاول اللي غادي نبداو به هذه الحلقه المعلومه ديالو كتقول بزاف ديال الشواطئ المغربيه كتصنف كوجهات مثاليه لممارسه رياضه ركوب الامواج كيمشيو ليها من اجل التدريب وباش يشاركوا في المسابقات والتظاهرات اللي كتنظم الحمد لله المغرب عامر بالبحور اللي كيداروا فيهم بزاف ديال لي كومبيتيسيون ديال السيرف ولا ديال ركوب الامواج السؤال كيقول ما اسم الشاطئ اللي احتضن اقصائيات الورد سيرف ليغ في يناير 2020 ما اسم الشاطئ اللي احتضن الاقصائيات ديال البطوله العالميه ديال السيرف في يناير 2020 الاختيار الاول واش الصويره الاختيار الثاني تغازوت الاختيار الثالث الداخله ولا الدار البيضاء ثلاثه جوج واحد ينطلق العداد سؤال سهل وما سهلش لانه
هو سهل خصوصا من بعد هذيك اللمحه اللي عطينا. نعم باش نسهلوا على كل شيء الاجابه على هذا السؤال الاول. يلا نبداو مزيان. غادي نشوفوا الاجوبه ديالكم. مع ذلك كاين اجوبه غلط. كاينين 4 ديال الاجوبه خطا. باش بغيتوا نبداو بشكون اللي جاوب ولا شكون اللي ما جاوبش؟ نعم اسامه اللي ما جاوبش. انت خطأ. انا خطا. لا اسامه انت صحيح. هذاك الشيء اللي قلت انا. دابا الجميل بالامر اجي اسامه صحيح وابتسام صحيح. اذا المسمن اللي كليتو في الكوبيراتيف هو اللي خلاه. هيا سعاد حداهم. انا قبل ولا والو ما كليتيش. لا صافي. انا المسمن اللي كنت كنعطي لاسامه كان كيزيد نسبه الذكاء. داكشي علاش كان اللي شدها في القهوه كيكمدها ليا. المسمن اللي كنعطيه. الجواب الصحيح هو تغازوت. هذا هو الجواب الصحيح. تغازوت. لالا فاطمه قلنا البحر اللي عزيز عليك، البلاصه اللي عزيز عليك، مشيتي لان قلتي تمانار في الاول، قلتي لهم الصويره. هو تغازوت. لالا رشيده قالت لنا الداخله. حتى هو بحر زوين ومعروف حتى هو بالكايت سيرف ماشي بركوب الامواج، ولكن يعني نوع اخر حتى هو من الرياضات المائيه. هو يعني كيف ما قلتي هشام تنظم فيه اقصائيات تاهل لبطوله العالم. من طبيعه الحال كاينين اقصائيات كثيره، كاين مراحل كثيره تنظمت فيه مرحله واحده واللي سموها برو تغازوت بي. انتم عارفين باللي تغازوت منطقه قريبه لاكادير، يعني كيبعد على اكادير بواحد 20 كيلومتر تقريبا. كيتميز بالشاطئ ديالو. تغازوت معروف بالشاطئ، معروف بالامواج ديالو. كاينين يعني بلوزيغ سبوت دو سيرف، كاين بزاف ديال المناطق فيه او الشواطئ فيه اللي ممكن الواحد يدير فيها ركوب الامواج بحسب المستوى ديالو، يعني اللي مبتدئ واللي كونفيرمي. تما كاينين بزاف ديال المدارس وديال المؤطرين اللي كيعلموا السيرف، يعني حتى بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما جربوا هذه الرياضه ممكن الا مشاو لتغازوت يجربوها. على اي هو فيلاج هادئ معروف بشواطئه الذهبيه بالامواج ديالو. كنشوفوا الخيل حتى هو بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم يتساراو شي شويه في الخيل. كاين الصيد، يعني كاين مجموعه ديال الانشطه. واللي زوين في تغازوت هو انه البنيه التحتيه متوفره، وكاين يعني موجود كل شيء، يعني الحوت موجود من طبيعه الحال. انا كنتكلم يعني على فين الواحد يقدر يبات، يعني كاين الكل، يعني كل واحد غادي يلقى هذاك الشيء على حسب الجهد ديالو. كاينين اوتيلات كبيره، كاين منتجعات، كاين ديور كيتكراو، كاين فوالا، يعني كاين دي زوبيرج، كاين دي ميزون دوت، يعني كل واحد غادي يلقى الضاله ديالو كيف ما كتقول. ولكن تخيل سعاد ومنيتي نشوفها في شي درس ديال السيرف في تغازوت. انا اييه علاش لا؟ تما بقيتي. علاش؟ ما كنعرفش نعوم بعد هذه اولا. ايوا هذه هي الفرصه. لا لا خويا لا كنخاف. ياك نمشي سميره. باقا شادني بيرسوناج سعاد. سميتها ابتسام. سميره في الكوبيراتيف. هي ابتسام عندكم. سميره معايا. سميره معاك انت. تمشي هي وتدي هذا الخلق هذا. صدقتني حيت جاوبت صحيح. لا غرتي ما كنعرفش نعوم. لا غرتي. سخن عليك قلعه. غرتي حيت اسمح لي ما تديش. كنعرفوك مزيانه سعاد، والغيره ديالك خليها غير بيناتنا ماشي كاع. يلا تبارك الله عليكم. غادي نمشيو للسؤال الثاني والمعلومه ديالو كتقول غادي نمشيو بالضبط لمنبع اسماء. واش عرفتوه واش ما عرفتوش؟ منبع اسماء بلا ما تصدموا، لانني حتى انا شخصيا اكتشفته غير في البرنامج فاش كنا كنوجدوا. حتى انا اكتشفت معكم. منبع اسماء كيتواجد ب 35 كيلومتر بنواحي مدينه الداخله، وهو مصدر المياه ساخنه طبيعيه عندها فوائد صحيه عديده، حيت فيها واحد الماده معدنيه بكميات كبيره. هاد المياه فيها واحد الماده معدنيه غالبه في هاد الماء. السؤال كيقول ما هي الماده المعدنيه المتواجده بمنبع اسماء؟ الاختيار الاول واش الكالسيوم، الاختيار الثاني الكبريت، الاختيار الثالث الصوديوم، ولا الحديد. 3 2 1 ينطلق العداد. جاوبوا. 4 الاختيارات، الاختيار الاول الكالسيوم، الاختيار الثاني الكبريت، الاختيار الثالث الصوديوم، الاختيار الرابع الحديد. انتهى الوقت. برافو عليكم. 5 ديال الاجوبه صحيحه. واحد غلط. جواب واحد اللي خطا. في نظركم شكون اللي ما جاوبش خطا؟ شكون اللي ما جاوبش صحيح؟ هي عرفت راسها، عرفت راسها، عرفت راسها. مبارك. بدلت في اخر لحظه. بدلتي في اخر لحظه. شنو كنتي اولا تقولي ابتسام في الاول؟ كنت اولا نقول الكبريت. في الاخر
قلت لي في الصوديوم في الصوديوم الجواب خطا الجواب صحيح هو الكبريت هاد العين كيف ما قلتي عين أسماء عين معروفة في نواحي ديال الدخلة كتبعد عليها بواحد 30-35 كيلومتر الفائدة ديال أو الميزة ديال هاد الماء هو أنه غني بزاف بالكبريت نقدروا نقولوا بحال العين ديال مولاي يعقوب حتى هي يعني هو ما اللي غني بالكبريت ومعروف أن الماء فاش كيكون فيه الكبريت كيكون صالح الأمر الجلد يعني الأمراض الجلدية كيعالج مجموعة من المشاكل على أي الناس يعني سي اتراكسيون توريستيك هو نشاط سياحي في المنطقة الناس كيمشيو لتما باش كياخذوا حمام ديال هاد الماء من طبيعه الحال لو جي مجهد شويه يعني وجدوا ريوسكم تيكون مجهد داك التيو ولكن يعني كيعطيك واحد الراحه من بعد فعلاش لا الواحد من يمشي للداخله يزور الداخله ما يمشيش لمنبع اسماء ويدير هاد النشاط اسامه وقيلا عجبته الفكره ولا فايت جرب انا مشيت للداخله لا ما عمرك مشيت للتيو هذا كيتسمى بالتيو كيقولوا ليه لا لا ولكن لقاو فيا الكبريت وراه ما جيتش صراحه مشيت للداخله من البحر ديالها من احسن البحور اللي مشيت لهم في حياتي فعلا ما يمكنش ديك النقاوه اللي كاينه في البحر ديال الداخله زعما اللي خاصك تمشي لها اوموا مره واحده في حياتك صح من اجمل البحور انت جاوبتي غلط ما عندكش الحق واخا لا لا ابتسام انت عجبتك الداخله اسامه هضرنا على الشواطئ انت شنو هي الحاجه اللي كانت عجبتك بزاف في المدينه بلونش كاينين تما وانا كنت كناكل الكفته ديال الجمل يعني الكفته ديال الجمل كنت ضروري كنمشي لها واحد المنطقه مشيت لها حتى هي كيديروا مساج ب لا ماشي قولا بحال كدير بيديكور الحوت ديال امليلي المنطقه امليلي اللي كنا هضرنا عليها في احدى الحلقات فوالا البحر ديالها ما فيش والبحر ديال الداخله ما فيش المواج هذه المره من الداخله غادي نمشيو لمدينه تافوغالت اللي كتواجد على بعد حوالي 55 كيلومتر من وجده وفيها واحد المغاره كتعتبر كنز اثري بمعنى الكلمه انطلقت الابحاث في هذه المغاره منذ سنه 1951 وكانت مسرح لاكتشافات مهمه كتعود للعصر الحجري السؤال يقول شنو هو اسم هذه المغاره واش مغاره فريواتو ولا مغاره جمل اختيار الثالث مغاره الافاعي ولا مغاره الحمام 3-2-1 ينطلق العداد ما قلتي هشام اكتشافات كثيرة ومهمة تلقات في هاد المغارة فعلا هي في النواحي يعني ما بين وجدة وبركان يعني في هاد المنطقة فعلا في منطقة تافوغالت وصلوني الأجوبة كاملين برافو عليكم كلكم تمكنتوا أنكم تجاوبوا من غير سعاد تنضل سعاد تعطلتي على الوقت سكيفي الجواب ديالك غادي تحسب خطأ ماشي مشكل عندي نقطة رشيدة طلال قلتي مغارة فريواتو هذه اعتمدت على المنطقة كتكل هذه لا يتعود باسم أمازيغي ما لا يعود باسم عربي هذا الشيء علاش اعتمدت أنا ما كان عرفه ولكن نعم. قلت غادي تعود مغارة فريواتو لأن هذا اسم أمازيغي وهذه المنطقة أمازيغية هذا الشيء باش هذا هو الاسم المنطقي واخا غادي نشوف واش الجواب صحيح ولا لا هو اللي مشيتي ليه حتى أسامة وقيلة لا أنا جاني صعيب يكون في هذيك المغارة الحمام والجمل شكيت ما بين الافاعي وفريواطو ياك جاني الحمام والجمل صعيب يدخلونا زعما باش نسميو عليهم واخا لالا تحيحيت جاوبتي قلتي مغاره الحمام فايت مشيتي ليها مشيت ولكن شحال ياك كتظني هذا هو الجواب صحيح غير ولا لا بغيت نقول لك برافو عليك راه هذا هو الجواب صحيح بارك الله عليك انت عندك الجواب صحيح وسويلح كذلك عنده الجواب صحيح براو عليكم جوج نقل منها المباقي لا ما نقلش انا ولد المنطقه تما علاش نقول اييه لا بصح كتعرف مغاره الحمام كنقولوا لي حنا غار الحمام غار الحمام اسامه قالك حمام ما يدخلش تما
اه كيدخل الحمام تما شتي كنقول لي كيدخل حتى بنادم تما وهو بنادم ماشي عاد ولا تيدخل بنادم راه كان عاش في هذه المغاره هذه مئات السنين يعني تما دونك مغاره الحمام في مدينه تافوغالت وكيف ما قلت يعني في اللي جات على بعد 41 دقيقه تقريبا من بركان يعني ما بين بركان وجده كاين يعني تم فيها اكتشافات كثيره هي تسمات مغاره الحمام لانه كاين الحمام كثير داير بها بحال تتقول بحال راه حرس هذيك المغاره وفي هذه المغاره تمت اكتشافات كثيره منها انه تم اكتشاف ما يقارب 180 هيكل عظمي كيعود للعصر الحجري تم اكتشاف مجوهرات وادوات اللي كتعتبر من الاقدم في العالم كترجع ل 100,000 سنه من الوقت اللي احنا فيه دابا وبحسب الاكتشافات اللي تمت فيه لانه تم اكتشاف جمجمه كانت يعني تاكد انه تم اجراء اقدم عمليه جراحيه في العالم في هذا الموقع قبل 12,000 سنه يعني موقع اركيولوجي مهم بزاف يعني باقي البحوثات والاكتشافات فيه مازال مستمره المنطقه كلها زوينه بزاف تافوغالت غزاله كاينه محميه تما ديال لي موفلون قريبه يعني لتافوغالت يمكن لكم تزوروها كاينه لافالي او وادي زقزل منطقه رائعه يعني الا كنتو مثلا جايين من بركان ولا غاديين من تافوغالت البركان غدوزوا على زقزل والمناظر جميله بزاف منطقه اللي معروفه بالمزاح مثلا من بين الخصوصيات ديالها وغادي تمتعوا بالخضوره بالواد وبحويجات اخرى يعني خرجه جميله الا كنتو مثلا في بركان ولا وجده خرجه جميله ديال واحد النهار ولا بغيتوا حتى تجلسوا في تافوغالت فهذا ممكن البنيه التحتيه موجوده ومتوفره شي اضافه صويلح لكن واحد البلاصه تما ما بين بركان نيت واحد العين فيها واحد الماء في زوان كنقول في زوان يعني فيها واحد الماء تميز الماء هذيك العين فيها داك الماء صحي يعني الناس اللي مراض وداك الشيء واحد العين مزيانه بالنسبه للكلاوي الحجار وداك الشيء ديال الكلاويات فينا وحيد بركان في زوان معروف في زوان شكرا على المعلومه يلا غادي نمشيو للسؤال الرابع السؤال الرابع اللي غادي ندويو فيه على قصبة عيت بن حدو اللي كتعتبر من أكثر القصبات اللي احتفظت على خصائصها المعمارية كيف ما هي وكيشكل وجود ديالها وسط واحة مزهرة منظرا خلابا يعني المنظر ديالها وسط من دوك الواحة اللي فيها واحد المنظر يا سلام رائع وتصورت فيها بزاف ديال الأفلام وبزاف ديال الإنتاجات السينمائية السؤال يقول شنو هو الإنتاج السينمائي اللي تم تصوير لقطات ديالو في قصبة عيت بن حدو واش Lord of the Rings Harry Potter Game of Thrones ولا The Hobbits يلا عشاق المسلسلات الأمريكية غادي يعرفوا الجواب كاينش أجوبة عربية لا يلا حتى إلا ما عرفتوش الجواب حاولوا تخمنوا قربي سالي الوقت إجابة غدا توصلنا وانتهى الوقت يلا عندنا بعدا جوج ديال الأجوبة صحيحة لحد الساعة وكنتسناو لا أنا عندي خمسة الأجوبة جوج صحاح وثلاثة شكون اللي مازال ما وصلش الجواب ديالو شي حد مازال ما وصلش الجواب ديالو رشيدة أنا رشيدة طلال دونك رشيدة تعطلت في الجواب جاوبتي من مورا ما انتهى العداد فبالتالي الجواب ديالك ما غاديش يتحسب أسامة قلتي لورد اوف ذا رينج قلتي غير هكاك وقيله لا لا حيت قديم بزاف دونك قلت جيم اوف ترونز عارفو تصور في الاسبان مي في المغرب جو بونس با هاري بوتر حتى هو شكيت ما بينه هو وما بين دهار انا شكيت فيك انت وابتسام كتنقلوا الاجوبه لا 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 ما نبغيش تربح غير بالعينين غير بالعينين انت جاوبتي خاطئ وهي جاوبات خاطئ قبيله جاوبتي صحيح وهي جاوبات صحيح لا 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 دابا انا غنردوا معكم البال في هذه المساله لا 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 جاوبتي خاطئ انا غنعطيك الوجهه ديالي كيفاش فكرت فيها تفضل اسامه يكمل لا صافي اسامه كمل حيت كنحتار لا والو عاقب بكم صافي لا والو لا حيت كيف ما قلتي انا الشيء الاخر نفرجها فيه صافي ديكور ما بانش لي بانش ما كاينش باغ كونطخ هاد الاسم هذا ما مفرجاش في هاد السلسله هذه دونك ماشي هي اللي غتقدر تكون هي واخا ايوا للاسف راك الجواب الصحيح هو اللي فيت مفرجه فيه واللي مفرج فيه انت الجواب الصحيح هو جيم اوف ثرونز واش حنا كنلعبوا هنا واش سعاد عندها الجواب الصحيح وهي وصويلح برافو عليكم انا وياك غلط وبلي ما راه كاع مثل فيه واحد داك شهب
عرفتوا اسويلح عرفتوا عندك الحق. ايت بن حدو قصبه ايت بن حدو قصبه مشهوره من طبيعه الحال جنوب المغرب في النواحي ديال ورزازات. هي قصبه مصنفه كتراث عالمي ديال اليونسكو وهي اللي تصور فيها جزء يعني من السلسله الشهيره جيم اوف ثرونز. هي مدينه يونكي اسامه في السلسله. واش كنتي كتفرجني في المسلسل ولا لا؟ نقدر نتحداكم كامل في السلسله. لا ابتسام اللي قالت لك تفرجت فيهم كاملين. لا حتى لا انا نفرج. لا ما توقعتوش غادي يكون هنا بلوتو زعما يمكن مصور بطريقه أفضل من طبيعه الحال. ولكن بالنسبه لي سي فيغتي انا يعني بالنسبه لنا كاملين طبيعه الحال يعني بالنسبه لي جزء من مسلسل كبير بحال هذا. يعني هذه معلومات زادت لي بالعكس. هو ماشي نتفرج ونصور وكتب هذا الشيء كاين في بلادي من طبيعه الحال. لا من طبيعه الحال زادوا له ديزيفي يعني فاش الواحد كيتفرج في السلسله يقدر ما يعرفش بالضبط. ولكن تصور جزء من جيم ثرونز وماشي هو السلسله الوحيده ولا الانتاج العالمي ولا الامريكي الوحيد اللي تصور هنايا. فتصور لورانس العرب كاين لامومي غلادياتور الكسندر وغيرها من الافلام الامريكيه الكبيره. كيف ما قلت هذه القصبه عندها واحد الخصوصيه معماريه وهذا الشيء علاش كتجر ليها وكتجذب ليها السياح من المغرب وخارجه. الا بغيتوا تزوروا القصبه غادي يمكن لكم تزوروها انطلاقا من ورزازات لكن انتم مثلا مستقرين في ورزازات. ويمكن لكم ايضا تنزلوا في القصبه يعني كاينين دي ميزون دو دي زوتيل اللي يمكن لكم تنزلوا فيهم وتدوزوا وقيته يعني طويله في قصبه ايت بن حدو. بالفعل منطقه جميله وشخصيا تحت لي الفرصه انني مشيت ليها. كنت شاركت في كان واحد المسابقه رياضيه مروكو اوبستاكل ريس ومشينا من ورزازات حتى لقصبه ايت بن حدو في الكواد. منطقه جميله والناس اللي عزيز عليهم الادرينالين والسرعه وهذا الشيء ممكن انهم يديروا هذه الاكتيفيتي. هذه اكتيفيتي جميله. مشاهدينا مازال موصلين معكم. قبل ما نمشيو للوجهه المواليه بغيت نفكركم في مسابقه الاس ام اس اللي هي فرصه باش تربحوا رحلات تمشيو تستمتعوا وتفوجوا مع ريوسكم وكذلك تربحوا بارتما اللي القيمه ديالها كتوصل 54 مليون. ما عليكم الا تشاهدوا الصور وتشاركوا. مسابقة دوزين تعود هذا الصيف بالشمت تاعكم بأحسن الأوقات. كل أسبوع فائز بإجازة لشخصين تتراوح بين 3 أيام وأسبوع كامل في منطقة من مغربنا الجميل تقضي فيها عطلة مميزة. تقع في شمال المغرب وتلقب محليا بالمدينة الزرقاء. تضم العديد من المعالم أشهرها ساحة طحمام. 1 شفشاون. 2 المضيق. أسرع بإرسال 1 أو 2 إلى 9090 وأجب على الأسئلة. الجائزة الكبرى هي شقة رفيعة في آخر المسابقة فيها مساحات خضراء وحمامات سباحة قيمتها 54 مليون سنتيم. شارك الآن. حد سعيد للجميع. ثمن SMS 10.80 دراهم. رجعنا معكم مشاهدينا وإلى عدل تحقتوا بنا حنا في نكتشفوا بلادنا مساريين مع النجوم ديالنا كنكتشفوا في المغرب الزوين ديالنا. وغنمشيو هذه المرة للمنتزه الوطني ديال سوس ماسا اللي كيتواجد على الشريط الساحلي بين مدينة أكادير وتيزنيت وكيتعتبر من أول المنتزهات والمحميات الطبيعية في المغرب. السؤال كيقول في أش من سنة تأسس المنتزه الوطني لسوس ماسا؟ واش 1981 1991 1995 ولا في 1997؟ 3 2 1 ينطلق العداد. المنتزه الوطني ديال سوس ماسا كيف ما قلتي هشام هو كيمتد على الشريط الساحلي ما بين أكادير وتيزنيت وعلى بعد واحد الساعة تقريبا. كيتناقلوا باقا كيتناقلوا هشام. انتهى الوقت وصلوني الأجوبة. أول حاجة غادي نشوف واش أسامة وابتسام جاوبوا بحال بحال. إلا جاوبوا بحال بحال هاد المرة لا ما تشوفناش. ما تشوفتوش واخا. أسامة قال 1981 وابتسام قالت 1991 يعني ما تناقلوش في هذا السؤال. المهم بقينا في الوقت. تحيحيت قالت 1981، رشيده 1997، سعاد 1991 وصويلح 1981. الجواب الصحيح هو 1991. وبالتالي سعاد وابتسام هما اللي عندهم الجواب الصحيح. برافو عليكم.
هاد المنتزه المساحه ديالو الله يسامحك واحد المعاينه بهذا الشيء اسامه ما شفتيش لا ما شفتك لا لا ماشي انت اللي كنتي حاضيه انت اللي كنتي قانيه ولكن دابا المشكل هو انني كنجاوب غير واحد معايا دابا انا بغيت نعرف غير ابتسام ولا سعاد واش فايت لكم مشيتوا ليه واش كتعرفوا هذا المنتزه الوطني ديال سوسماسه ولا لا 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 هو منتزه للمساحه ديالو كيف ما قلنا ما بين اكادير وتيزنيت المساحه ديالو 33 الف هكتار كيضم مجموعه كبيره من الحيوانات اللي منها المهدد بالانقراض على الصعيد العالمي بحال لي زيبيس شوف لا غازيل داما ولوتريش دافريك دو نور يعني كلها حيوانات نادره وغيمكن لكم تشوفوها يعني هذه كنقول زياره جميله ممكن يقوموا بها العائلات يعني مع وليداتهم يكتشفوا هذه الحيوانات عن قرب يعني كاين هذه الحيوانات موجودين يعني كتشوفوهم وكاين يعني شروحات اللي غادي يمكن لكم تقراو في مختلف المناطق ديال هذا المنتزه الوطني يعني يعني تقدروا تكسروا بهذا النشاط الروتين ديال مثلا عطله غتقضيوها في اكادير ولا في تزنيت يعني على بعد ساعه ديال الطريق كاين هذا المنتزه تجيو نتوما وليداتكم دوزوا فيه النهار علاش لا لانه كاينين فضاءات فين يمكن لكم تجلسوا مثلا تغداو ولا جبتوا معكم دي ساندويتش ولا الغداء ديالكم وممكن ايضا منين تساليو الا كنتوا من عشاق الطاجين تمشيو تاكلوا الطاجين في سيدي بيبي فيلاج حداه ويعني هذه فكره لواحد النهار الواحد يقدر يقضيه في النواحي ديال اكادير وحاجه مهمه الا مشينا نستمتعوا في مناطق بحال هذه نحافظوا على النظافه ديالها بطبيعه الحال لانه هذا منتزه وهذا ربح لينا دونك خصنا نحافظوا عليه كنظن بانه جا الوقت ابتسام باش نمشيو نشوفوا الترتيب ديال النجوم ديالنا فين وصلوا يلا غادي نشوفوا الترتيب وكاينه مفاجاه في الترتيب لانه سعاد حسن كتصدر الترتيب هي وصويلح بثلاثه النقاط في المرتبه الاولى هما في المرتبه الاولى اسامه رمزي في المرتبه الثانيه بجوج ديال النقاط تحيت برافو عليك هي ابتسام العروسي بجوج ديال النقاط كذلك كسولة. في المرتبه الثانيه كسولة. رشيده طلال كسولة. في المرتبه الاخيره معليش رشيده الامور بالخواتيم انا معول عليك يلا سي يلا كيفاش انا ثلاثه وسعاد حسن ثلاثه ودرتو هي الاولى انا الثاني لا انتم بجوجكم الاولين غير نفهم دابا درنا هي قبل كنا في العمر لازم لا انا ما ديرها شوفي ما تاخذي مني مقال انا غير قلت بنتي هي انت ثلاثه انا ثلاثه كانوا يديرونا ثلاثه سعاد حسن صويل حدا بعضياتهم بحال هكا دابا هذا غنوحل الا لعبت معاه فيلم انا شوف اجتهد وجي انت الاول دابا يلا صافي يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي وغادي ندويو على واحد الطبق اللي طبق جميل وهو الكسكسو الخماسي وهذا الكسكس الخماسي كيتعتبر من افضل انواع الكسكس المغربي نظرا للقيمه الغذائيه والصحيه والمذاق الرائع ديالو هو من الاطباق اللي كتشتهر بها مدينه الداخله السؤال كيقول الكسكس الخماسي تسمى بهذه السميه لانه فيه خمسه الخضره خمسه ديال الخضروات ولا فيه خمسة ديال الأعشاب ولا حيت فيه خمسة ديال الأنواع من الحبوب ولا حيت كيكفي خمسة ديال الأشخاص ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد كنظن هذا هذا سؤال في متناول لالا رشيدة لأنه يعني هذا الكسكس الخماسي معروف في المنطقة الصحراوية وكيف ما قلتي هشام فاش كي ابتسامة فاش كيطيب الديد بزاف ابتسام العروسي مالك انا ميمكنش انتهى الوقت يلا كلشي جاوب وكلشي عنده الجواب خطا الا رشيده طلال صفقوا عليها هي اللي عندها الجواب صحيح قلت لكم في متناولها يلا يعطيك الصحه الاغلبيه ديال الاجوبه ديالكم اللي خطا بيان سور قلتوا حيت فيه خمسه ديال 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 الخضاري داكشي علاش تسمى بالكسكس الخماسي وهذا الشيء ماشي صحيح سعاد حسن قلتي فيه خمسه ديال العشوب وهذا ماشي صحيح الجواب صحيح اللي كان عند رشيده طلال فيه خمسه الانواع ديال الحبوب هو هذا الكسكس الخماسي هو خليط ديال خمسه الانواع ديال نقولوا ديال الدقيق يعني لانه فاش كيتكسكس كيكون فيه الفورس كيكون فيه القمح يعني الكامل تيكون فيه الشعير محمر والشعير هكذا كيكون فيه الذره كاين بعض يعني على بحسب النساء كل مره كيزيدوا فيه حويجات اخرين قلنا لا رشيده شنو كيكون فيه يلا كيعود فيه خمس انواع من الدقيق الدقيق فارينا ودقيق فورس والذرة ودقيق المقلي كاين اللي يعدلوا فيه دقيق مقلي وشي دقيق ثاني خمس ياك
كعدلوا وديروا هما اللي فيه اعشاب يعود فيه تغيا وعود فيه الزعتر وعود فيه اسمه كاين غير... هو ما شاء الله العيالات الصحراويه تفوقوا فيه وكاين تعاونيات كثيره في قلميم في طنطان هو اللي كان وكل هو اللي كان يجيب وصحي صحي مزيان ومفيد يعني حتى للناس اللي مثلا كياكلوا كسكسو تيقدر يضرهم ما كيهضموش مزيان هذا الكسكس الخماسي بحكم الله. انه فيه القمح الكامل فيه الشعير فكيتهضم بسهوله وكاين كما قلتي انواع فيه اللي كيضاف فيها اللي كيكون دايرين فيها العيالات ديال التعاونيات دايرين فيها بعض الاعشاب المنسمه اللي كتكون مزيانه ومفيده للهضم فمثلا الا كنتوا في وحده من هذه المدن الصحراويه اللي هضرنا عليها قلميم ولا طنطان ولا حتى الدخله زوروا وحده من هذه التعاونيات ورجعوا بشي شويه ديال الكسو على اي في المدن الكبيره بحال مثلا دار بيضاء الرباط وكنظن حتى في مراكش كاينين يعني بلايص اللي كيتباع فيهم هذه المنتوجات ديال التعاونيات هذه المناطق دوزوا السؤال الاخر حقتنا الجوع باقيين كنتجوراونا هو خاص السؤال ما نردوهاش في وجهك غادي نمشيو للسؤال الموالي والمعلومه ديالو غادي نهضروا على نياغارا المغرب هذا هو اللقب وتلقبات بنياغارا المغرب حيت كتعتبر من اعلى الشلالات اللي كتواجد في شمال القاره الافريقيه والارتفاع ديالها يصل الى ما يقارب 110 متر وكيتم تصنيفها على انها وجهه سياحيه طبيعيه عالميه السؤال يقول اشنا هو الاسم ديال هاد الشلالات واش شلالات وادي الجنه شلالات إيموزار إيداو تنان شلالات عين أسردون ولا شلالات الزود ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد أنا على ما بالي وقيل هنا في نصور الغفولي باهرة باهرة لا تماما ياك تحية زكريا طبيعة الحال وهذه مساعدة كبيرة عطيتيها فعلا جواب كل شيء يلا الوقت انتهى غادي نشوفوا الأجوبة ديالكم ابتسام تبارك الله عليك الجواب ديالك خاطئ هيا ترى شوف لالا فاطمة أنت الجواب ديالك خاطئ صويلح أسامة رشيدة وسعاد برافو عليكم الجواب ديالكم صحيح والجواب صحيح هو شلالات أزود هي النصيحه للناس اللي يعني وصلوا من طبيعه الحال شلالات أزود كاينه في اقليم أزيلال اللي مشاو يزوروا المنطقه ما تبقاوش غير الفوق الا بقيتوا غير الفوق ما غاديش تشوفوا الشلال كله نازل يعني اي تما بصح يمكن لكم تغداو ولا هذا تاكلوا طويجين ولا تشربوا اتاي ولا شي حاجه ولكن كاينين واحد الهبطه ما يخلعوكمش الدروج راه ساهلين يعني كتهبطوا من هذوك الدروج كاملين باش كتنزلوا لتحت وكتتمتعوا بالمنظر ديال الشلال وتما كاينين ايضا دي باخك يعني ما نقولش فلوكه ولكن واحد البطوات واحد الشكل جميل كيقترحوا يعني واحد لو تور واحد الدوره تما في هذاك الشلال كاين القروضه من طبيعه الحال كاين يعني واحد الجو ما جاوبتيش جميل كاين واحد الجو جميل سعاد شنو عجبك بزاف تما هذه المنطقه هذه عجبتني واحد المنظر جميل ونزلت وهبطت في دوك الدروج وكليت الطاجين وتصورت مع القروده وشفت ناس كيفرحوا بالضيوف ديالهم وركبت في هذاك الباطو اللي دايرين يعني واحد المنظر جميل يعني كتنسي كل حاجه عندك في راسك خايفه تنسيها في هذه لا الطبيعه زوينه وكتخوي بها جميله جدا صح والباطو اللي كتهضر عليه ربما سعاد حسن هو اللي بان في الكاميرا الخفيه ديال هذا رمضان كانوا صوروا تما كنظن اييه 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 تما بحال قال الصويلين داك الشيء سعاد صويلح صويلح عقل على هذا الشيء طاجين خماسي طاجين خماسي تاعو طاجين خماسي تاعو هذاك الخماسي هذا السداسي صويلح فيه الجوع كاين الناس اللي يعني مجدين الزعتر ومجدين يعني الاعشاب ما عرفتيش المنطقه ما عرفتيش مجدين الاعشاب كتشريهم من عندهم في الطريق يعني كاين الاعشاب ديال هذيك المنطقه كتلقى يعني هذيك المنطقه معروفه منطقه ديال ازيلال يعني شلالات ازود ما بعيداش على ازيلال ما بعيداش على بني ملال يعني كاين بزاف ما يتشاف في المنطقه كلها شنو شريتي من البق شريت الباك وشريت الخليط اللي ربحتي الخليط ديال والنباك تدى لا جدي شي نقطه شريت النباك شريت التخليطه ديال اتاي شريت بزاف ديال الوارد هذه كنظن قاعده فينا حنا المغاربه دائما فاش كنكونوا خارجين مسافرين ضروري ما نوقفوا في الطريق وناخذوا يعني شنو ما كان كيتعرض في الطريق سواء العشوب سواء فواكه ولا شي حاجه لا بالعكس هذه حاجه مزيانه لانه حنا كنرجعوا بحويجه للدار زوينه وكنعاونوا حتى هذوك الناس اللي حتى هما كيصرفوا الله بهذه الطريقه صح ومعولين على هذه الحوايج باش يدبروا على راسهم حتى هما ويعيشوا دونك كل شيء رابح
يلا نمشيو للسؤال الموالي. السؤال رقم 8 غادي يدينا هذه المره لطنجة اللي هي مدينه تشبه حديقه التاريخ. في كل مكان كنلقاو معالم تاريخيه، فين ما مشينا كنلقاو دي مونيمون، كنلقاو شي حوايج اللي عندهم واحد ليستوار وعندهم تاريخ. غادي ندويو على قصر مولاي عبد الحفيظ، واحد من هذه الاماكن اللي بقات لازيد من قرن كتستقبل ملوك وامراء جايين من فاس، مراكش والرباط. السؤال كيقول شنو هو الحدث اللي كيستقبلوا قصر مولاي حفيظ في شهر شتنبر في الموت سبتمبر؟ شنو هو الحدث اللي كيطرى في هذا القصر ديال مولاي حفيظ في طنجة؟ واش الاختيار الاول ليالي البحر المتوسط، الاختيار الثاني ملتقى الطالب، الاختيار الثالث مهرجان تويزا، الاختيار الرابع مهرجان جاز واللي كيتسمى بطنجاز؟ 3 2 1 ينطلق العداد. هو قصر جميل ومعروف بالهندسة ديالو يعني الموريسكية. انتهى الوقت، يلا نشوفو. يلا غنوركو انتهى الوقت. انا سويلح ما تمكنتيش انك تجاوب في الوقت. ايوا نبقلا درتي شي حاجة. الله 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 الله. اسامه تبارك الله عليك، سعاد حسن تبارك الله عليك، لاله فاطمه تحيحيت برافو عليك، الجواب عندك صحيح. رشيده وابتسام ما توفقتوش، وصويلح الجواب عندكم خطا، والجواب الصحيح هو مهرجان جاز. طنجاز هو اللي كيتقام في قصر مولاي عبد الحفيظ. مهرجان طنجاز الدولي من طبيعه الحال هو مهرجان ديال الجاز، كيتنظم منذ سنوات في طنجه في نهايه سبتمبر كيف ما قلتي شتنبر. كيجمع فنانين من جميع انحاء العالم. البرنامج ديالو كيضم يعني عده حفلات موسيقيه وترفيهيه، منها اللي مجاني مثلا للعموم في شوارع طنجه، ومنها ايضا حفلات اللي كتنظم في قصر مولاي حفيظ. هذا القصر للاسف هو ما مفتوحش للعموم دائما يعني طول السنه، فمهرجان طنجاز هو فرصه ايضا ان الواحد يستمتع بالجمال ديالو ويزوره. من طبيعه الحال مدينه طنجه كلها مدينه جميله وعامره بالتاريخ، يعني يمكن لكم تساروا في المدينه القديمه، يمكن لكم تمشيوا لمقهى حافه يعني يعني مهارات غراق حتى هي اللي قريبه، أشقار وغيرها من المناطق اللي يمكن لكم من طبيعه الحال هذيك المعلمه الكبيره. الشاي بجبلو والعشاب. ايه العشاب اللي كاين تما. لاله فاطمه مشيتي لطنجه بيان سور، مشيتي بزاف المرات. تنمشي ليها دائما. واش كتمشي ليها باش ترتاحي ولا في ظروف العمل؟ لا تنمشي ليها، عندي فيها اخت راجلي ساكنه تما. كنوجهوا لها تحيه. وعزيزه عليا انا طنجة، كنمشي ليها وفيها بزاف، كنمشي ليها في الخدمه، كنمشي ليها في هذا المهرجان نيت، كنمشي طنجة كتعجبني انا، ما كرهتش تسكني فيها. جوها بوحدو زوين، والهضره ديالهم زوينه حلوه، كيفاش كيهضروا معاك ملي كتمشي للاسواق ديالهم، وكيفاش كتعجبني انا طنجة. احسن بوكاديوس كاين في طنجة. زوينه عندها الناس ديالها، بعدا كنشوف انا ناس الشمال وطنجة كنمشي لها بزاف، كنشوفهم كيحترموا قانون السير بزاف. فعلا يعني الراجلين هذه القضيه يعني هذا لاغوماك لحتى فيهم، وكاين الكرم في الاكل. نعم يعني الناس اللي عزيزين عليهم الغلاقه الا مشاو لطنجة فكتشوف الطاباس اي بلاصه مشيتي لها، اي ريستورون، اي الفطور ديالهم كيكون مضخم العائله. يعني كيجيبوا لك مضخم وكيزيدوك من عندهم، يعني هذه القضيه معروفه بها. والنوكا حتى هي عندهم هذوك الحلويات ديالهم حتى هما زوينين، وكنعشق طنجة. واللي زوين في طنجة هو انها مدينه اللي تطورت بزاف البنيه التحتيه وتصلحت بزاف. طنجة ولات مدينه تتقارن باكبر المدن الاوروبيه من طبيعه الحال. وفهاد اللي زوين في طنجه هو كاين هكا يعني الاصاله، كاين التقليدي وكاين العصري، فاللي بغيناه اللي بغيناه موجود. وكيف ما قالت ابتسام الشهيوات فيها موجودين وكيتهلا. كاينه واحد الاغنيه ما يمكنش كنسمعوها على طنجه. طنجه يا العاليه، طنجه يا العاليه، عاليه بسواريها او ليلى، عليا بسواريها او ليلى، شكون شي جبالة، شكون شي. انا ما جاوبتش بعدا اصلا مع عبد السلام او ليلى، مولاي عبد السلام او ليلى، الا الليل لي، الا الليل لي، اراسي وما تزعلك وباقي
راسي وما داز عليك وباقي. الله يعطيكم الصحة وتحية للناس ديال طنجة والناس ديال الشمال والمغاربة كاملين فين ما كانوا. يلا غادي نمشيو للسؤال رقم 9 والسؤال رقم 9 غادي يدينا باش نهضروا على واحد المنتوج اللي عنده مكانة خاصة في مدينة الصويرة وعنده مكانة خاصة حتى عندنا. غادي ندوي على العرعار اللي هو منتوج كيدخل في عمق التراث الصويري وفي التقاليد ديالو. لكن خصنا نعرفوا ان هذا العرعار هذا عنده مجموعة من الاستخدامات والفوائد، يعني من غير الديكور ومن غير الحوايج اللي كيتستخدم فيها كيصلح لشي حوايج وحدين اخرين. السؤال كيقول شنو هي الاستخدامات الاخرى اللي ممكن نستافدوا بها من العرعار؟ الاختيار الاول واش كيصلح لازاله الرطوبه، كيصلح لصباغه النسيج، عنده فوائد طبيه، ولا كيصلح لتلميع الحلي كنقدروا نطفوا به الحلي. 3 2 1 ينطلق العداد. كيف قلتي الصويره معروفه بالعرعار، وغالبا فاش كنمشيو للصويره ضروري ما كنرجعو بشي حويجه ديال العرعار، اما صندقات صغيورين ولا ماجيك اللي كيتحل فيها الحنشيه فعلا ديال العود. انتهى الوقت طبيعة الحال، انتهى الوقت. غادي نشوفوا الاجوبه وللاسف الاجوبه ديالكم كامله خاطئه. الله. من غير صويلح. الله الله برافو صويلح. الله 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 يرحم من قراك. برافو عليك صويلح، الجواب ديالك هو صحيح والجواب صحيح هو فوائد طبيه. العرعار هو اللي بغيت. شوف انا والله العظيم. لا لا فاطمه بلاتي والله القسم الا هو اللي بغيت. كنا وكنتو سرنا وسرنا. جاوبت صحيح. علاش قلت لك تواضعا مني كنجاوب شي اجوبه غلط باش ما نبانش رانا نابغه مره. لا الغريب في الامر هو ان راجلي من هذه البلاد هذه هي الصويره وكيعرف هذا وكان قالها ليا ولكن حيت مخاصمه معاه نسيتها. وانا كتسمعي قال لك قرصاتك ودخلت الغار. رانا جاوبت صحيح، علاش تعاودي لينا تخبيرات؟ دابا صويلح انت قلتي عطيتينا جواب صحيح اللي هو فوائد طبيه، ولكن واش عرفتي العرعار لاش كيصلح؟ يعني واش لاش الإناء يعني شنو كيداويو به؟ انا متاكد بانه اسمح لي ابتسام، انا متاكد بانه عارف علاش كيصلح، لانه صويلح كانت عنده تجربه كان كيبيع الدويات في السواق. واش انا لحقت وقلت فوائد طبيه؟ لا كنتي كتبيع داكشي ديال الدواء هذا، كيفاش كنتي كدير؟ اي قرص عنه وحياه نفوس الشجره المقدسه، جلده من البر، جلده من الكندر. احنا دابا فوائد طبيه هو العرعار كيليق الامراض. اييه امراض. اي امراض شرب العرعار والصويلح الحار. تفضلي ابتسام. لا هو معروف عليه انه مضاد للبكتيريا والميكروبات ومضاد للفيروسات. هي اللي دار هكا يعني كاين اللي كيبخر به الدار كيف ما قلتي باش يعني فاش يكون الوقت ديال البري ولا شي حاجه، وكاين اللي لا كيستخدموا يعني بحال كيصايبوا مشروب يعني بحال اتاي انفوزيون ولا 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 كيرقدوا في الماء الليل كامل وعاد يشربوا من بعد. يعني إزالة الرطوبة صحيحة. من العظام. من العظام حتى هي. داخلة في الأجوبة. الصويرة من طبيعة الحال هي السفيرة ديال العرعار في المغرب. بلاصة زوينة باش نكتشفوا هذا الفن، لأنه ما شاء الله الحرفيين كيبدعوا في هذا الفن. يعني يمكن لكم من طبيعة الحال منين تزوروا الصويرة ترجعوا بأن سوفونير واحد الذكرى من المدينة. من طبيعة الحال مدينة الصويرة فيها أنشطة كثيرة يمكن لكم تقوموا بها من غير الزيارة ديال المدينة القديمة اللي جميلة بزاف. ويمكن لكم ايضا ديروا رياضه ركوب الامواج، كاين الشاطئ حتى هو جميل اللي بغى غير يعني يرتاح ويتمتع بالرمله، كاين يعني رحلات على ظهر الخيل فاللي بغى يكتشف. المنطقه ديال الصويره كلها منطقه جميله ومعروفه ايضا بزيت ارغان، يعني كاينين تعاونيات كثيره تما، ومن طبيعه الحال ديال مهرجان قناوه وغيره من المهرجانات. مهرجان الموسيقى الاندلسيه، اندلسيه الصويره سيدي كاوي كيمارسوا هادشي ديال البحار وهادشي ديال الكايتسيرف حتى هو تما كنمشي ليها كنمشي سيدي كاوكي. سيدي كاوكي والديابات كلشي تما. نعم يعني كاين ما يتشاف المنطقة كلها جميلة وفيها ما يدار فيها ما يتشاف من طبيعة الحال، وكلشي متوفر فيها والجميع يعني بجميع الأثمنة، يعني اللي بغى هكا وهكا. أنا غير يعني من بين الأنشطة اللي تنقول أنه الناس اللي غيزوروا الصويرة ما يفوتوهاش هو غروب الشمس فوق السقالة، فهذا منظر ولحظة الواحد ما خصوش يزقيها. أنا الحاجة اللي ما خصهمش يفلتوها هي شواية في البور ديال الصويرة من طبيعة الحال.
ياك لاله فاطمه. يا سلام. شويه السردين. السردين. انا دائما تنمشي دائما في البور. دائما. يا سلام. الله. فعلا منطقة السويرة منطقة جميلة، وفي النواحي ديال السويرة كاينين بزاف ديال التعاونيات كيف ما قلتي. ما نترددوش اننا نمشيو وناخذوا حويجات، لان اولا الحويجات اللي كيديروا التعاونيات الجودة ديالهم عالية، وثانيا اننا كنعاونوا الاقتصاد الوطني وكنعاونوا هذيك المنطقة حتى هي بدي جيست بحال هكا. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي، السؤال رقم 10 واجدين؟ ها المعقول هذا هو السؤال. يلا السؤال رقم 10 غادي يهبط بينا لمدينة مكناس اللي كتعتبر من أهم المدن السياحية المغربية. مدينة معروفة بأبوابها التاريخية، أغلب هذه الأبواب بني في عهد المولى إسماعيل، إلا باب واحد تبنى في عهد ولده المولى عبد الله. السؤال كيقول أشنو سميت هذا الباب التاريخي؟ واش باب المنصور، باب البرادعين، باب بوعماير، ولا باب الخميس؟ ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد. مكناس واحدة من المدن العريقة ديال في المغرب، واللي يعني العاصمة الإسماعيلية. العاصمة الإسماعيلية واللي كتستقطب سياح يعني أكثر من خارج المغرب ومن داخله أيضا. انتهى الوقت. وبنتو ليا مجتهدين في هذه الحلقه، تبارك الله عليكم. انا لا جايين حافظين لاله سعاد، جايين حافظين لدرجه ان حتى واحد ما جاوب صحيح. عرفنا هذاك الشيء، حنا عرفنا نصفقوا عليهم. يلا علاش سعاد واسامه والتحيحات كلكم قلتوا باب الخميس، رشيده ابتسام وصويلح، رشيده وابتسام قلتوا باب رشيده قلتي باب البرادعيين، ابتسام قلتي باب باب بوعماير، قلتي باب الخميس. الجواب خطا، باب المنصور. والجواب الصحيح هو باب المنصور. والله الا كنت غادي نديرو والله ياك، لان كاين الزيت ديال المنصور. شوف باب كيجي على واحد القضيه، المره الجايه ديروه، ماشي تنجاوب عاد تقول لي لا راك بغيت نديرو، حيت كاين واحد البرودوي تما كيجي من مكناس مكتوب على القرعه ديالو باب منصور. باب المنصور ايوا. انا قول باتني، هي اللي قول باتني. اغنيه هي اللي قول باتني انا. شنو اش من اغنيه؟ أشيله بك سبتي مولا باب الخميس يا سيدي العباس، وتبعتي الهوا حتى تسطيتي وخرجتي حاشية. هذا هو اللي خرج عليا راجل ديال الدنيا. وراه خرجت هذا الزيت باب المنصور. باب المنصور مكناس هو من اشهر البيبان، واللي كيتميز بالتفاصيل ديالو وبالضخامه ديالها. الارتفاع ديالو حوالي 16 متر، والفتحه ديال القوس 8 ديال الامتار، فيه زخرفه ونقوش عجيبه راكم شفتوه في الصور. من طبيعه الحال هو قريب من بزاف ديال الاماكن السياحيه، منها ساحه الهديم من طبيعه الحال، ضريح مولاي اسماعيل، المدرسه البوعنانيه، وبعيد كنلقاو ايضا يعني في مدينه مكناس صهريج السواني، حبس قاره، وغيرها من المآثر التاريخيه اللي كتجعل من مدينه مكناس وجهه جميله للسياحه التاريخيه والثقافيه ايضا. مدينه مكناس مدينه غنيه. دابا غادي نمشيو نشوفوا الترتيب. يال. واش تبدلت الامور؟ واش شي حد ولا هو الاول؟ والترتيب الان لالا سعاد في المرتبة الأولى بخمسة ديال النقاط، صويل حتى هو معاها في المرتبة الأولى، مازالين مقسمين المرتبة الأولى، أسامة رمزي بأربعة ديال النقاط، تحيحيت ثلاثة النقاط، رشيدة طلال ثلاثة النقاط، وابتسام العروسي تراجعات تبتها في جوج ديال النقاط. هبطات الدوز ديال ديفيز. قرار صارم. قرار لا رجعة فيه. ياك معولة تكوني أنت الأخرى. هذه كنحترمهم كلهم. الله يجازيك بخير السي هشام، نوعونا الاسئله. واش عاطينا البيبان حنا فايت فينا النجاره، شوفنا شي حاجه ديال الفنانه. اجي الا مشينا بغينا نهضروا مثلا، الا بغيت نهضر معاك مثلا على لي زويتر. اييه. ها فاش تنقولوا لي زويتر في اين بلاصه تنمشيو؟ الوالديه. كاينه الوالديه وكاينه الداخله، ولكن حنا غنمشيو للوالديه. ياك يلا نمشيو للوالديه، وكيف ما كنقولوا ما يمكنش نذكروا الوالديه بلا ما نجبدوا لي زويتر. ياك اللي كتميز بهم المنطقه بالكاليتي والجوده ديالهم، وكنعرفوا بانه في الوالديه كاينين مزارع وكاين نشاط اللي مهم واساسي اللي هو التربيه ديال لي زويتر. السؤال كيقول امتى بدات زراعه المحار بالوالديه؟ واش سنه 1430، سنه 1962، سنه 1952، ولا سنه 1980؟ ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد.
بطاقة الوالدية اللي تا هي أكيد منظر طبيعي جميل. لا لاغون تا الوقت والبحر والشواطئ ديالها جميلة بزاف. نشوفوا الأجوبة. الأجوبة ديالكم أمامنا الآن وللأسف كل شيء عنده الجواب خطأ. والجواب الصحيح هو سنة 1952. هذه هي السنة اللي بدأت فيها التربية ديال البحار. كانت من أولى التجارب الاستثمارية في مجال تربية الأحياء في يعني في المغرب كله 1952. ومن طبيعة الحال البحيرة شكلت يعني واحد البيئة ملائمة باش هذا المحار يقدر يتربى تما وانتشر يعني في المنطقة كلها. وصبحوا يعني المحار ديال الوالدية اللي زويت ديال الوالدية دابا عندهم صيت يعني في المغرب كله ما شاء الله. من طبيعة الحال الوالدية هذه هي ماشي الحاجة الوحيدة اللي معروفة بها، معروفة بالبحر، معروفة بالحوت، أيضا معروفة بالرياضات المائية اللي ممكن الواحد يمارس تما. كاينين تيتو هكا بالفلوكة كيداروا الناس اللي عزيز عليهم الصيد أيضا، فهي البلاصة المنطقة زوينة بزاف. وعلى أي الواحد اللي بغى الهدوء والكلم من طبيعة الحال على طول العام الوالدية كتكون هادئة وما عمرش بزاف، وفصل الصيف من طبيعة الحال بحكم أنها الشواطئ ديالها زوينة فكتستقطب ناس أكثر. شكون اللي فايت زاير الوالدية؟ شكون اللي كتعجبو؟ ابتسام كيعجبك تخيمي شوية في الوالدية؟ دوزتي فيها يعني كان البحر ديالها وبحال واحد شويه ديالو خارج بحال شي لاك تما فين كتعوم يعني ما غادي يغرقوا لا الوليدات لا والو، كتجي بحال اون فيسين بحال 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 يعني كتهضر بالتعليق على الصور اللي كتشوف. مشات لها غير دابا واقيلا. لا 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 مشيتي للوالديه فعليا. لان انا قلت لك الوالد ديالي الله يرحمه كان يعني كان خدام في لو سي بي دونك كان في جديده حتى هي يعني كنت في جديده مشيت لسيدي بوزيد مشيت الحوزيه ومشيت للوالديه حتى هي. كندير صوالح اطواضعي معنا لا لا وهضري لنا على داك الشيء كيقدر كيبغى يدير بحال هكا وكيقدر. المهم انا الاول في الترتيب انا ولا لا سعاد حسنيه لا هي هي الوالديه بزاف ديال الناس كيمشيو يخيموا فيها فعلا كيتمتعوا بزاف د الحوايج زوينين في الوالديه. انا مشيت واحد النهار نهار باش ما نكذبش عليك جبتي عاوتاني العشب المهم زرتي لا ما جبت العشب لو ودابا واش انت ضدي؟ لا شوف انا لا لا سعاد رانا عارفك انت السكه القديمه اي بلاصه مشيتي خاصك تجيبي معك الشبوره وديما معك الحنان مالي غنبخر. لا 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 تسمح لي مشيت لان عندي الدراري خواتاتي كيجيو كيمشيو يخيموا في الوالديه لان ما بعيداش علينا حنا بزاف ومشيت لعندهم نهيا وكليت الحوت والزويتر وجيت فحال ما شفتش البحر وديك البحير الصغير اللي قالت عليه ابتسام هربان قالت خارج واحد البحر واحد البحر خارج بحال البحيره بحال البحيره غضبان غضبان لا انا مشيت ليها فيها حوايج زوينين مشيتي لها لاله فاطمه انا راه في الاول الجواج ديال الاول تما في جديده نعم لكن مشيت تما دائما البحر ديالها وكل شيء. والجميل في الامر هو هضرتوا على التخيام وعلى الصيف في الوالديه ولكن شخصيا انا من الناس اللي تفضلوا الوالدية على طول العام، على طول العام. لأنه كاين واحد الحويجة اللي ربما ما تعرفوهاش بزاف الناس في طول العام كاين الناس كيكونوا بالمطر ومصيدين داكشي اللي مصيدين في صندقات وراهم وكيقدر يقاد لك طبيلة فوق الرملة فوق البحر ويشوي لك داكشي تما ويحط لك واحد الكليسة خيالية جميلة عليهم تغنات شافوني الناس بالصنارة شافوني الناس يلا لا لا سعيد قالوا لي مبروك ظنوني صياد مهرة أنا القصيبة في دي شو يا مي يا ناس مشات خسارة يا مي يا ناس الله عبدي خلي غنايا عنك خلي غناك عنك والله كان ما عاودتك ما تخرج يلا نمشيو وقيلا للسؤال رقم 12 ياك يلا نمشيو للسؤال رقم 12 اللي غيدينا وسهلوا معنا نعم السي سويله ايوا دابا شوف علاش ما تقولوش شنو المنطقه اللي معروفه بالمحار لا دابا كاين شي حاجه ما معروفاش كثر راه الوالديه راه معروفه لا انتم عطيتونا اشمن عام بدا في الزراعه وعطيناك اربعه الاختيارات بكالوريا هذه و52 عرفتي شنو بكالوريا
ما قريناش هادشي ما قريناش ما عطاوش لينا في ايوا راه هذه الفرصه هذه فرصه كلنا كنستافدوا بالعكس هذه البروغرام هذا هو الهدف حتى هو من البرنامج هذا السؤال الجاي شحال من واحد غيقول لك عطينا السميات والكنيكات واخا يلا ركزوا معايا السؤال الجاي غادي يكون سهل الا ركزتوا غير خصكم شويه ديال التركيز والسؤال الجاي غادي يدينا لمنطقه تيسينت اللي هي واحه رائعه من اشجار النخيل والشلالات دايره بالصحاري والاوديه كتواجد في اقليم طاطا وكتشتهر برقصه احواش يلا باش نسهل عليكم وركزوا معايا غادي نسمعكم مقطع موسيقي سمعوه وغنطرح عليكم السؤال متفقين يلا موسيقى يلا كان هذا مقطع ديال الأحواج والسؤال كيقول في القديم علاش كانت كدار رقصة أحواج بمنطقة تيسنت واش من أجل فك النزاعات الداخلية ولا الاحتفال بالفوز في الحروب ولا الاحتفال بموسم الحصاد ولا الاحتفال بالأمطار الشتاء ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد 20 ثانية وربعة ديال الاختيارات انتهى الوقت انتهى الوقت أسامة قلتي الاحتفال بالأمطار ما أعرف شتا يقدر انت غير جاوبتي غير على الله يقدر ما تعرف ياك يقدر ابتسام قلتي الاحتفال بموسم الحصاد الجواب خطأ أنت كذلك بحال أسامة الجواب خطأ تحيحيت قلتي الاحتفال بالفوز في الحروب الجواب خطأ رشيدة طلال الجواب خطأ ماشي الاحتفال بموسم الحصاد سعاد أصويلح عندكم الجواب صحيح برافو عليكم والجواب صحيح هو فك النزاعات الداخلية وكيف قلت هشام هي كانت وسيلة لفك النزاعات بطريقة نقولوا مهذبة يعني ولا حضارية احتراما للشيوخ ديال القبيلة ولكن هي اليوم يعني رقصة جماعية اللي كنلقاو في المناسبات في الأفراح في العراسات هي كلمة أحواش هي كلمة أمازيغية كتعني الصور ولكن اليوم كتطلق على هذه المجموعات الفنية اللي كنلقاو ماشي غير في تيسنت في المنطقة كلها من طبيعة الحال فيها يعني الذكور والإناث رجال وعيالات كيغنيو وكيشطحوا الحركات ديالها والسرعة ديال الإيقاع كتختلف بحسب المناسبة حسب المنطقة شكون اللي فايت مشى للنواحي ديال طاطا طاطا مشيتي رشيدة انا درست فيها ثانية إعدادي كنت ساكنين تما كنت ساكنة في مدينة طاطا وهذه تيسينت ضواحيها قريبة وهذه الرقصة كتكون أحواش وكتدخل واحد المرأة هي اللي كترقص باش يعلق لها الخنجر كتدخل واحد المرأة هي اللي كتدخل كترقص باش كيعلق لها هذاك اللي كيعود معاها كيعود لابس درعة بحال ديال الصحراء كيعود لابس درعة كيرقص معاها في الاخير ملي كتكمل الرقصة كيعلق لها ذاك الخنجر غادي نمشيو للسؤال رقم 13 اللي غادي يدينا المنطقة ديال بركان وكنعرفوا بركان فيها بزاف ديال الحوامض وكيف ما قلنا كتشهر مدينة بركان الواقعة على بعد 60 كيلومتر من مدينة وجدة بالجودة ديال خصوصا فاكهة الكليمونتين اللي الأغلبية كيخلط ما بينها وما بين المندارين بزاف فينا ما تنقدروش نفرقوا ما بين الكليمونتين والمندارين أنا شخصيا كنت كنسحابهم راه واحد كتفرقوا بيناتهم؟ لا أسامة؟ لا بحال الكليمونتين بحال المندارين رشيدة؟ بحال الليمون تاهو تالحامض تاهو بحال بحال لالا فاطمة بحال بحال كيجيكم تنتوما واخا هذه فرصة باش نعرفوا الفرق بيناتهم والسؤال كيقول شنو هو الفرق ما بين الكليمونتين والمندارين ثلاثة جوج واحد ينطلق العداد وعندكم ربعة ديال الاختيارات الحجم الشكل الأوراق ولا القشرة يلا توب كرون كيف ما قلتي المنطقة ديال البركان مدينة بركان معروفة بالحمضيات بالليمون بالمندرين بالكليمونتين بالحامض
اللي الجودة ديالو عالية ما شاء الله، واللي يعني تعرفات ولا الصيت ديالها وصل ماشي غير في المغرب يعني حتى على برا في الأسواق الأوروبية. انتهى الوقت، غادي نشوفوا الأجوبة ديال المشاركين. عندنا ثلاثة ديال الأجوبة خاطئة وثلاثة ديال الأجوبة صحيحة. غادي نبدأ بالصحيحة. اللي عنده جواب صحيح هو رشيدة طلال، تحيحيت وأسامة رمزي. برافو عليكم. برافو عليكم. والجواب الصحيح هو القشرة، هي باش كنفرقوا ما بين الكليمونتين والماندارين. اللي كيميز الكليمونتين على الماندارين هو ان القشره ديالو كتكون ما لاصقاش، يعني سهله التحيد، كتكون شويه غليظه يعني دغيا كتقشر، واللون ديالها كيكون شويه يعني مايل الحموره يعني كتكون ليمونيه بزاف. هذا اهم فرق. كاين يعني مميزات واحده اخرى هو انه العظم ما تيكون قليل مثلا في الكليمونتين، يعني ما تيكونش بزاف، وكتكون اقل حلاوه من الماندارين ولكن الطيبه ديالها مجهده. هذا هما الفرق ما بين الماندارين والكليمونتين. شكرا ابتسام على هذه المعلومه. غادي نمشيو للسؤال رقم 14 اللي غادي يدينا جامعه القرويين، اللي هي واحده من اقدم الجامعات في العالم، واحده من ابرز المآثر التاريخيه اللي كتفتخر بها مدينه فاس، واكيد كنفتخروا بها حنا كمغاربه كاملين كعاصمه علميه وروحيه للمملكه. كنهضر على مدينه فاس، وكتميز بتصاميمها الرائعه. بنيت جامعه القرويين عام 245 للهجرة الموافق العام 859 ميلادية. سؤال كيقول شكون اللي بنى جامعة القرويين؟ الاختيار الأول، هذا سؤال سهل وقراوه لنا. الاختيار الأول زينب النفزاوية، الاختيار الثاني فاطمة الفهرية، الاختيار الثالث سيدة الحرة، ولا الاختيار الرابع رقية بنت الحاج العياشي. ثلاثة جوج واحد، ينطلق العداد. كيف ما قلت هشام، هذا سؤال سهل يعني أغلبية ديال المغاربة. لا لا وبلاش. أغلبية المغاربة عارفين الجواب. شكون اللي بنى جامعة القرويين؟ وكيف ما قلتي وحدة من أقدم الجامعات في العالم. انتهى الوقت، غادي نشوفوا الجواب. وبان لي بأنه أسامة وسعاد تناقلوا. لا 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 نهائيا. انا خاطئه بعدا من الديبا. فوالا، لا ما تناقلوش. لا سعاد فعلا الجواب ديالك خاطئ. صافي اسامه قلتي زينب النفزاويه، الجواب خطا. قربي سالي الوقت غير وركتي. واخا لا لا فاطمه تحيحيت الجواب ديالك خاطئ، حيت انا ما قريتش. ما قريته ياك هشام. غريب في الامر هو انا كنقول لي فاطمه الفيه، انا قلتها لي. هو ما بغاش يوق الصحراء. لا وحلف ما قلت، حلف ما قلتهاش لك. حلف نقلتيها من رشيده انتيا. لا 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 والله يدك قلتها لي انا. كمام معروفه فاطمه. لا كمام 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 كمام. هذه لا. الجواب الجواب الصحيح هو فاطمه الفهريه. ايوا هذاك هو الجواب الصحيح. وتفوقتوا اسامه رشيده صويلح وابتسام في اعطاء الجواب الصحيح وفقا لكتاب غينيس المرتبة الأولى. برافو عليك صويلح، عندك ثقافة يعني عامة. أنا ماشي كيتوكل على الله اش كيدير. لا لا خليني نهضر، خلي الناس مثقفين يهضروا. خلي تولي ملح النار خالد. أنا هذا البناية ارتبنات بالطوبي وبالإسمنتي، واش أنا نقول لك كاع داك الشيء كامل اللي كينهتم والحديدي وفيها من الأشياء فاطمة الفهرية. صافي برافو عليك. المهم كيف ما كانت يعني الطريق باش جاوبتي على اي جوابك صحيح، بحسب كتاب غينيس كيف قلت الارقام القياسيه ومنظمه اليونسكو، فجامعه القرويين فاس كتعتبر من اقدم الجامعات في العالم اللي مازال اللي بقات يعني خدامه بدون انقطاع. من طبيعه الحال الانشاء ديالها كيتنتسب لفاطمه الفهريه. كان الهدف الاول هو بناء فقط الجامع كيقتصر على العباده، ولكن تطور يعني من بعد بفضل العنايه ديال الملوك اللي دازوا في الحكم حتى اصبح معهد علمي كيوفر تعليم في شعاب كثيرة، الطب، الفلسفة، العلوم الطبيعية وغيرها. وهي اليوم من أبرز الأماكن السياحية اللي ممكن تزوروا في المدينة. من طبيعة الحال في المدينة ديال فاس كاين أيضا المدرسة البوعنانية، كاين باب بوجلود، حدائق جنان السبيل، باب الماكينة، البرج الشمالي وغيرها من الحويجات اللي ممكن تزوروا. المدينة القديمة ديال فاس كلها في الحقيقة ما خصكمش تفوتوها، من ساحة البطحة حتى للرصيف كلها تستحق الزيارة. من طبيعة الحال بالدروبة ديالها وبالأحياء اللي يعني
يعني صفارين نجارين اللي يعني كل يعني كل بلاصه فيهم مهتمه بحرفه وغادي تمكن لكم تشوفوا هذه المنتوجات التقليديه. واكيد في مدينه فاس اللي غادي يمشي لفاس يقدر يستمتع كذلك بسيدي حرازم اللي ما بعيدش من طبيعه الحال العين وكذلك ملاعقوب, ملاعقوب الحامه ديال ملاعقوب واحسن معقوده ممكن تاكلها في المغرب تاكلها في لافيل والخليع الخليع فعلا بانواع مختلفه والبلاغي تجيب البلاغي واكيد الصناعه التقليديه الصناعه التقليديه كلها يعني شوب تا ما مشيتش لفاس باش نجيب لك المهم انا قلت عباش كتميز الطريق تما لا يا منين تسالي منين تسالي منين تسالي فاس وتكون طالعه مثلا الافران في الطريق غادي تلقى الله يحفظك الواليه صافي ما يكون خاطرك الا صافي واخيرا لقيت اللي معايا دوزي المولى يعقوب تا هو داويني من الحبوب راني غريب وبراني واخا سي سويلح مشيت ليها واحد لاك خارج هكا من منين في الماء داك مولاي يعقوب اللي كتبغي والله الا مشيت مولاي هنا واحد الدرجه بحال ما تعرفتش عليها تقدر تطيح الله يلا ياك شدي فيا والله ما كنهضر بحال هكا يلا مشاهدينا حنا مازال في نكتشفوا بلادنا بغينا نفكركم فقط بانه مسابقه الاس ام اس كاينه مازال ممكن انكم تشاركوا إلا بغيتوا تربحوا رحلات ولا كذلك بارتما اللي كتبلغ القيمة ديالها 54 مليون إلا بغيتوا تعرفوا كيفاش طريقة المشاركة وتشاركوا من بعد تفرجوا وركزوا في هذه الصور مسابقة دوزين تعود هذا الصيف باش تمتعكم بأحسن الأوقات كل أسبوع فائز بإجازة لشخصين تتراوح بين 3 أيام وأسبوع كامل في منطقة من مغربنا الجميل تقضي فيها عطلة مميزة تقع في شمال المغرب وتلقب محلياً بالمدينة الزرقاء تضم العديد من المعالم أشهرها ساحة طحمام 1. شفشاون 2. المضيق أسرع بإرسال 1 أو 2 إلى 9090 وأجب على الأسئلة الجائزة الكبرى هي شقة رافعة في آخر المسابقة فيها مساحات خضراء وحمامات سباحة قيمتها 54 مليون سنتيم شارك الآن حد سعيد للجميع ثمن SMS 10 دراهم و80 رجعنا معكم مشاهدينا نكتشفوا بلادنا وفرحانين بزاف لاننا كنتساراو وكنكتشفوا وكنتمنوا انكم تكونوا كدوزوا وقيته زوينه وانتم كتساراو معنا وبالخصوص تكونوا مشاركين معنا انتم في المسابقه وكتجاوبوا وكتختبروا الثقافه العامه على المغرب ديالنا يلا غادي نمشيو هذه المره في السؤال رقم 15 غنمشيو للقصر ايت الحاج علي قصر اللي كيتعتبر معلمه تاريخيه حيه منذ قرون وكيتعتبر من اهم قصور وادي تودغا هذا القصر اللي الموقع ديالو بين السهل والجبل ونشاطه التجاري الدائم خلى منه مأوى لعائلات من أعراق مختلفة على مر التاريخ يعني سكنوا فيه عائلات من منذ قدم التاريخ السؤال يقول شحال عدد العائلات اللي كانت كتسكن بقصر أيت الحاج علي قديما يعني شحال من عائلة وبصيغة أخرى هذا القصر هذا شحال كيهز من عائلة شحال تقدر من عائلة تسكن فيه واش الاختيار الأول 300 عائلة الاختيار الثاني 900 عائلة الاختيار الثالث 1500 عائلة الاختيار الرابع 3000 عائلة 3 2 1 ينطلق العداد وما تخافش أسامة ما قلنا لكش أعطينا سمية العائلة جوبتي بسرعة أنا قلنا غير العدد كما قلتي هشام هو واحد من القصور ومن المعالم التاريخية اللي معروفة في تنغير جنة في الله في الله انتهى الوقت للأسف الأجوبة كلها خطأ في الله سويلح كنتي خايف لنقول لك شكون اللي غير كف فيه الروبيني ولا شنو ما خاصك والله دابا هاد الاسئله حنا واش عائلات واش حنا واش كنا كنطيبوا ليهم حنا ما عارفينش لا والله نعرفوا تكون مشيتي دير لهم احصاء ولا شي حاجه انا ردت 300 قلت واقيلا قليل شويه زدت 900 وكون غير بقيتي في 300 تخنعك والله ايش شفتي 300 هو الجواب الصحيح كلكم عندكم جواب خطا رشيدة قالت 900 سعاد 3000 ابتسام 900 تحيحيت 1500 أسامة 3000 وسويلح قلتي 900 الجواب الصحيح هو 300 عائلة
300 هو العدد اللي ديال العائلات اللي كانت كتسكن في هذا القصر، من بينها 70 عائلة يهودية كانت كتسكن في الملاح، أما العائلات الأخرى فهي كانت مقسمة ما بين عائلات عربية وأمازيغية، وكانوا أيضا أفارقة اللي كانوا جاوا مع القوافل التجارية واستقروا بهذه الجهة، وكان يعني كيتعتبر هذا القصر هو رمز للتعايش ما بين مختلف الثقافات والأديان. كيمتاز بنايات ومآثر جميلة، كاين فيها مسجد مقرن وأضرحة أيضا، ضريح ديال سيدي إسماعيل سيدي يوسف وسيدي مسكور، كاينين دي سيناغوغ أيضا، وكاين حمامات يهودية. ومن طبيعة الحال من بين اشهر المواقع في مدينه تلغير هما مضايق تودغا، لي غورج ديال تودغا. شكون اللي فيكم فايت زايرها المضايق؟ زرتيها رشيده؟ هي كاين واحد المنجم ديال الفضه حتى هو كاين فهم، و حتى واحد فيكم ما فايت زاير هذه المنطقه؟ لا انا فايت زايرها، اشتغلت فيها ياك، وهذه فرصة علاش لا؟ تمشيو تمشيو واش كيهز 300 بصح ما تقدرش غتمشيو تشوف بعينيك صافي. يلا شكرا ابتسام، غادي ندوزو نشوفو الترتيب، نضربو طليلة على الترتيب نشوفو فين وصل. وكنلقاو بأنه في المرتبة الأولى سي سويلح يتربع عليها بسبعة ديال النقاط، أسامة رمزي في المرتبة الثانية بالإضافة لسعاد حسن بستة ديال النقاط، المرتبة الثالثة رشيدة طلال، فاطمة تحيحيت بربعة ديال النقاط، وابتسام العروسي ما زالت وفية للمرتبة الأخيرة. برافو عليك أسامة. يلا وصل الستة، علاش أنا نزلتوني لتحت؟ كنت أنا نكون في بلاصة أسامة. شادة لا ربما أسامة تجاوب بالزربة، دوك السرعة في الإجابة هي ربما كت راه أنا اللي عطيتك. راكم بحال بحال، راكم جوج في المرتبة الثانية، جوجكم عندكم ستة النقاط. ما جاوبتيش، راه السيد راه داير مجهود وطلع لستة النقاط. راه أنا اللي زيدت ستة النقاط. إوا يلا غادي نمشيو هذه المره لمنطقه بالويدان، منطقه جميله، منطقه رائعه، واللي كتواجد في قلب اقليم ازيلال، من اهم المحطات السياحيه المائيه بالمغرب. المساحه ديالو كتوصل 4000 هكتار، كنهضروا على البراج، واللي كيقوم بتجميع مياه ديال جوج ديال الويدان، مياه نهر العبيد بالاضافه لواحد الواد نهر اخر. السؤال كيقول شنو هو النهر الثاني اللي كيتم تجميع المياه ديالو في بين الويدان؟ واش نهر احنصال، ام الربيع، سبو، ولا زيز؟ 3 2 1 ينطلق العداد. ومنطقه بين الويدان اللي كنتصور فيها سيت كوم ديال لوبيرج، واكيد المغاربه كاملين اكتشفوا جمال ديال هذه المنطقه. كنا واحد ديال بني ملال ازيلال من طبيعه الحال. سعاد حسن واش كتنقل من اسامه ولا اسامه كينقل من سعاد؟ انتهى الوقت. لا انتهى الوقت، غادي نشوفوا الاجوبه. والجواب الصحيح هو احنصال، كان هذا هو الجواب الصحيح، واد احنصال. نهر احنصال من اهم الانهار في المغرب، كينبع من زاويه احنصال في ازيلال بالاطلس المتوسط، وقبل ما يتلقى يعني 30 كيلومتر من بعد مع واد العبيد في بين الويدان، واللي اشتهر في الاونه الاخيره بواحد الرياضه سميتها الرافتينغ، يعني اللي كيقدروا الناس يمارسوا تما. من طبيعه الحال اثناء زيارتكم يمكن لكم تستمتعوا بين الويدان وبالجمال ديال هاد البحيره، يمكن لكم ايضا يعني تزاولوا انشطه كثيره، كاين دور ديال الضيافه، كاين يعني تحت شقق كتكرا يعني منازل الكراء، يعني غتلقاو فيها كل ما تحتاجوا باش دوزوا عطله ولا عطله نهايه اسبوع زوينه. وطبيعه خلابه اكيد في الويدان، والواحد فريمون تما يرتاح وينسى الستريس ديال المدينه والمشاكل كامله ديالو، ويرجع واحد اخر يواجه الحياه بالمتاعب ديالها. يلا غادي نمشيو هذه المره، غادي نمشيو نزوروا شويه لاله فاطمه تحيت المنطقه ديالها. مرحبا ياك، وغادي نهضروا على مدينه تاليوين اللي كتبعد على مدينة تارودانت بحوالي 90 كيلومتر، وكتتميز بالطابع الجبلي والفلاحي ديالها، بالإضافة لزراعة شجر الأرقان، الأعشاب الطبيعية، وصناعة الزرابي البلدية وتربية المواشي. كتعرف منطقة كذلك بزراعة منتوج يسمى بالذهب الأحمر. شنو هو هذا المنتوج اللي كيتلقب بالذهب الأحمر؟ سؤال سهل جدا. واش الفلفلة الحمراء، الفلفلة الحارة، الزعفران، مطيشة، ولا التفاح؟ ينطلق العداد. هذا كي قلتي هشام، سؤال ساهل بزاف. راه قال لها ديري فلفله غيخرج. بقيت ضحكيتي دوز الوقت. تاليوين مشهوره ماشي غير في المغرب، في العالم كله بالجوده ديال هذا المنتوج هذا. انتهى الوقت.
والأجوبة ديالكم كلها صحيحة. برافو برافو عليكم. والجواب الصحيح هو الزعفران. وفي التقديم قلت بأنه عزيزة عند لالة فاطمة. نبغيو نعرفوا العلاقة ديالك مع تاليوين. العلاقة ديالي مع تاليوين دار يعني بلاد رجلي. والحمد لله عندي فيها سكنة بالخصوص بهذا الزعفران. كيعجبني الجو ديالو فوقاش تيتقلع. هو تيتقلع في شهر 11 قبل في شهر 10 شهر 10 يعني يعني كاين يعني كاين مده محدوده بزاف ثلاثه السيمانات العام كله. عندك 15 يوم تقريبا وخصك تفيق قبل الفجر. قبل الفجر قبل ما الورده تشد. قبل الورده ما تحلش يعني خصها تكون مسدوده. ملي كتوصل واحد الوقت كتحل ما بقيتيش كتجمع يعني كلشي كتشتت كتمشي يعني كيكون واحد الجو زوين كتلقى كلشي الناس نايضين في هذاك الوقت وكيمشيو باش. هو بالخصوص يعني بما ان هذا يعني الجمع ديال الزهور يعني حاجه اللي نقولوا دقيقه بزاف. العيالات هما اللي متخصصين في هذه القضيه في المنطقه. العيالات وتا الرجال كاين بعض الرجال. انا الاكثريه انا اللي شفت مشيت حضرت مره واحده القطف ديال 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 الزهور ديال الزعفران ديال الزعفران ولا الشعيره ديال الزعفران ولقيت العيالات اكثريه هما اللي هذا لان قال لك كيتعاملوا لان خص الورده بلطف. هادشي يعني ما يمكنلكش ملي تيجي للدار. دابا ما تنتخيلش الصويلح كيجمع تما زعفران. لا شوف ساهل انا نقول لك ساهل الطريقه كيبغيو يتعذبوا حيدا من جدر سوسه وردها. راه ما كتنساش خصك بشويه حيدها ما بين دوك الوريضات. نعم حتى هما كيعرفوا الطريقه ديالهم باش كيحيدوها من هذيك الوريضه. هادشي كله كيخلي من زعفران يكون منتوج مطلوب بزاف ومنتوج ايضا اللي غالي الثمن. الزعفران ديال تاليوين مشهور يعني كيف قلت عالميا. وكيف ما قلتي بوحدو هو ديال تاليوين. هادشي اللي كاين واخا داروه في بلايص اخرين ما كيصدقش بحال هكذا. اليوم بحال هذا انا عندي هذا في الدار. الا جاب الله غير حركت البلاصه اللي فيه ما تيخرجش ليا من الدار الريحه ولا على على 3 ايام ولا حتى دير شي ريحه اخرى ولا شي حاجه كتخرج ديك الريحه هذه. على اي كيف ما قلنا الجوده ديالو معروفه ومشهوره عالميا. متميز بواحد اللون بواحد الريحة وواحد المذاق يعني حتى هو خاص. وكيف ما قلتي كيتستخدم ايضا كوسيله يعني كيداويو بها يعني للواحد عنده مشكل في الهضم ولا عنده شويه ديال الروماتيزم ولا شي حاجه يعني كاين كيديروا به دواء ايضا. وكيف ما قلت ثمنه غالي لانه نادر جدا. من طبيعه الحال كاين حتى بعض الفنانين كيستعملوه في لوحات تشكيليه. المنطقه ديال تاليوين منطقه جميله بزاف. الا تصادفتوا كنتوا تما في شهر 10 فمزيان تشوفوا كيفاش كيتجمع الزعفران. والمنطقه كلها ممكن لكم تزوروها على طول العام. ممكن لكم تزوروا ايضا القرى اللي دايرين بها على بعد 30 كيلومتر مثلا. كاين مضايق تسليت اللي هي يعني واحد الطبيعه متميزه على 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 ممكن ما ممكن نشوفوه في مناطق واحده اخرى. مناطق واحده اخرى. ومن طبيعه الحال يمكن لكم تستعنوا بمرشدين سياحيين باش يديوكم لهاد المضايق وايضا الجبل سيروه. وإلا كنتوا يعني بغيتوا تواصلوا الرحله ديالكم في المنطقه ما تنساوش وما يفوتكمش تزوروا تازناخت اللي مشهوره بزاف بالزربيه. فعلا الزربيه ديال تازناخت. شكرا ابتسام على هذه المعلومات. وشهيتينا انت ولاله فاطمه في شي كاس ديال اتاي بالزعفران الحقيقي. صراحه ما تحش لي الفرصه نشربوا بالزعفران ديال بصح الحر. ربما كيوصلنا حنا شي زعفران ماشي هو هذاك. ان شاء الله ان شاء الله نجيبوه لكم ان شاء الله. وكنتمنى انكم تنتم تتاح لكم الفرصه وتمشيو تكتشفوا هذه المنطقه ومناطق واحده اخرى في المغرب. يلا غادي نمشيو دابا هذه المره لمدينه اسفي. الفخار هو اكثر ما كيميز هذه المدينه هذه وكيتم انتاجه بالمدينه في ثلاثه ديال الاحياء الرئيسيه في ثلاثه ديال المناطق ثلاثه ديال الدروبه الرئيسيه. وكيتعلق الامر بهضبه الشعبه اللي كتكون من ارسابات طينيه ساهمت في استقرار صناعه الخزف بالمنطقه. المنطقه الثانيه هي منطقه سيدي عبد الرحمن مسعود اللي هي كتعتبر المصدر الاساسي للمزود بالطين. والمنطقه الثالثه اللي هي موضوع السؤال اللي غادي نسولكم. والسؤال يقول اش كيتسمى هذا الموقع الثالث اللي ما قلتوش لكم؟ واش تل الخزف، وادي الفخار، القبيبات، ولا سوق الطيانة؟ 3 2 1 ينطلق العداد.
انتهى الوقت. أسامة رمزي كنحييك، ولكن لا كنحييك غير حيت عزيز عليا. هذاك الشيء اللي قلت عاد نهضروا. شكون اللي نقل من الاخر؟ لا انا ما كنقلش. لا وعلاش كتهضروا مع بعضياتكم فوق السؤال؟ واش كنستفزها باش تغلط؟ لا آه. لا كيسولني ياك كيبغي يعرف الجواب وكنعطي الصحيح وكناخذ انا الخطا. رشيده واش كينقل منك ولا انا؟ هو ما كنردش البال. ما كنت مركزه على ما تبارك الله عليك. صافي الجواب عندك السي اسامه راه صحيح. برافو عليك. قلت انا والجميل في الامر ولا اللي زوين هو انه راه انت بوحدك اللي جاوبتي صحيح. تل الخزف هو الجواب الصحيح فعلا. تل ديال الفخارين ولا ديال الخزف هو الموطن الاول صناعه ديال الفخار بمدينه اسفي، وهو يعني منذ بدايه القرن هو يعني المكان الرئيسي اللي السياح كيزوروه في هذه المنطقه. باش تعرفوا اكثر على هذه الحرفه كنصحكم تزوروا ايضا متحف الخزف اللي تفتتح في 1990. من طبيعه الحال مدينه اسفي ما يمكنش نختزلوها فقط في هذا يعني في هذا الخزف الفخار، فمدينه جميله بزاف، الشواطئ ديالها جميله، يعني الناس مثلا اللي كيديروا السيرف اللي عزيز عليهم ركوب الامواج فتما الشواطئ مناسبه وملائمه. من طبيعه الحال العزيز عليكم السردين، عزيز عليكم الحوت. السردين ما شاء الله الله في بوحدو قريب لنا اليوسفيه. الناس ديال اليوسفيه كيمشيو وكياكلوا الحوت ديال السردين كيفتخروا به لانه سردين نيت. لا سردين زوين سواء بالشويه ولا طويجنات ولا اكثر يلا كان بالاعشاب. والسردين السردين لقيت الصنداله ديال السمع ما كتعاودش. سردين الحوت عندهم سردين الجديد وكاين يعني مناظر زوينه في اسفي. ما نساوش مدينه اسفي كتمتاز بهذا الشيء الفخار، لان كنا درنا واحد السيتكوم ديال الخاوه. نعم واخا كانوا تقلقوا علينا وتصالحنا معاهم، معروفين بهذا الاثر الجميل ديالهم والشوايه ديال الحوت وداك الشيء. كاينين حوايج زوينين كيتشافوا في اسفي، سيدي بو الذهب وداك الشيء ديال البحر ديالهم حتى هو جميل. اييه فمن هذه المنطقه هذه ما معزولش البحر على هذا هذه بلا ما تسولها. واسفي اكيد اللي عطاتنا بزاف ديال الفنانه وبزاف ديال كاينين الفكاهيين اللي حتى هما خرجوا من مدينه اسفي. اكيد سوي الحي هضرنا كاين صلاح وسعيد وديع ايهاب الامير من طبيعه الحال شلهبية تا هما نور الدين الخماري قهوة حليب اسفي تا هو قهوة وحليب تا هما بزاف ديال الفنانة مدينة الفنانة نقدروا نعتبروا اسفي سواء في الصناعة التقليدية في الخزف ولا في الغناء ولا اسفي فن تا هي ديال العيطة ربما بلاد العيطة بلاد العيطة. الله ودي الله ودي اي شنو نسمع شي حاجه ولا والو؟ يلا سويلي هذا هو الاختصاص هما الاول. ابتسام راه كتغني العيطه مزيان. حاج جيف قريني يا ابتسام. يا حاج جيف قريني يا بوكو جابوني يا بوكو لاموني والله وعلم ما لنا كنت كنغني جابوني انا عاك جايبينك شادينك انا ما عارفش انا اديو عليا ما قلت لك لاموكو جابوني فين جايبينك؟ اشنا هي؟ قولي لنا عاد شنو هي صحيح؟ لاموكو لاموني وما يكون باس يا سيدي وحشتي في السقي وسقيك بالكاس ما يكون باس يا سيدي. والله يعطيك الصحة. واش تكمل ولا لا؟ بارك الله تبارك الله عليك سويلح. شكرا تبارك الله عليك على المشاركة والأجوبة ديالك. مال الغناء لا شو واحد القضية الطابليت خسرات عندي هنا راه ما جاوبش وقيلة سمعت الصوت عييت من ورا وصل الصدى. أنا شو بقاي كي إيزيتي وداك الشيء ها إيزيتي ها يا أنت تفرج ها أنت هادشي اللي خرج لا الفرونسي اللي خرجت عليها إيزيتي شنو إيزيتي راه حنا وركنا ما جابش الله وركنا ما جابش الله. يلا غادي نمشيو للسؤال الموالي اللي غادي يدينا لمدينه تارودانت وكيتعتبر سور مدينه تارودانت اقدم سور تاريخي في المغرب وثالث اعظم سور اثري في العالم بعد سور السيل العظيم وسور كومبالغار في الهند. وقد بني على شكله الاسوار المغربيه الاندلسيه الوسيطيه. هو عباره عن جدار يدعمه 130 برج مستطيل وتسعود ديال الحصون كما تتخلله مجموعه من الابواب الاصيله الضخمه. هذا السور اللي داير بتارودانت فيه بزاف ديال البيبان وهذه البيبان عندها ابواب اصيله كيف ما قلت. السؤال يقول شحال عدد الابواب الاصليه اللي كتخلل سور تارودانت؟
واش 5 ديال الابواب، 3 ديال الابواب، 7 ديال الابواب، 10 ديال الابواب، 3 2 1 ينطلق العداد. خمسة، ثلاثة، سبعة ولا عشرة ديال الأبواب. مدينة رودان مدينة جميلة بزاف، كيلقبوها السياح خصوصا الفرنسيين بلا بوتيت مراكش أو مراكش الصغيرة، لأن كاين شبه بينها بيناتهم بجوج خصوصا في اللون ديال اللون. المنازل. وانتهى الوقت. والله أعلم. عندي جوج ديال الأجوبة صحيحة. سعاد حسن الجواب ديالك خطأ، أسامة رمزي الجواب ديالك خطأ، ابتسام العروسي الجواب ديالك خطأ، لالا فاطمة التحيحيت الجواب ديالك خطأ، للأسف سويلح الجواب ديالك صحيح، رشيدة طلال الجواب ديالك صحيح. صحيح أيضا، برافو. إذا ما عرفتها جرو عليا ولكن ديري الحصاء أنا مزيان فردنت. هكذاك. والجواب الصحيح هو 5 ديال الأبواب. الابواب الاصليه ديال سور تارودانت هي 5، كاين باب القصبه، باب الزركان، باب تارغونت، باب ولاد بنونة، وباب الخميس. عارفهم رشيده ياك؟ حافظه السميات كاملين ولا غير تقريبا؟ باب الزركان، باب الخميس، باب تارغونت. وهي من طبيعه الحال مدينه اللي كتمثل وجهه جميله بزاف خصوصا للناس المهتمين بالسياحه الاثريه. فالمدينه ديال تارودانت مدينه جميله بالجو ديالها، بلطافه ناسها، ناس تارودانت ناس الله يعمرها دار. هي ايضا نقطه انطلاق العديد من الرحلات، يعني المنطقه كلها ممكن تسراو فيها، ديروا فيها رحلات كثيره. فمثلا كاينه الواحه ديال تيوت قريبه من تارودانت اللي ممكن تزوروا. لالا رشيده انت اللي زاديتي كما قلتي لي في تارودانت، عاود رجعتي لها ملي كبرتي بقيتي كتمشي لتارودانت؟ عندي بها علاقه كبيره قويه. هدي شي حاجه للرودانيين من صوتك، شنو رايكم؟ يلا شنو تقول لتارودانت والناس تارودانت؟ قول لها تعلق قلبي بمدينه تارودانت. يلا تعلق قلبي طيف لتنا ربيعة تنعم بالدباج والحلي والحلل، تنعم بالدباج والحلي والحلل. الله، يا سلام. واكيد كيف ما قلنا مدينه تارودانت مدينه تاريخيه، الاسم ديال مدينه تارودانت تارودانت بالامازيغيه تارودانت، يعني اولاد الاولاد داهم الواد. والقصه كتقول الاولاد داهم الواد، والقصه كتقول بانه واحد السيده كانت في جنب الواد وشي ولاد كانوا كيلعبوا طاحوا في الواد ومشاو، وهي كتعيط عليهم تارودانت تارودانت، يعني الاولاد داهم الواد. ومن تما منين جات هذه هي القصه اللي كتعاود على التسميه ديال مدينه تارودانت تارودانت. يلا مشاهدينا غادي نواصلوا، وبغيت فقط نفكركم بانه مازال ممكن انكم تشاركوا في مسابقه الاس ام اس. زيدوا وشاركوا باش تزيدوا من الحظوظ ديالكم باش تربحوا رحلات الوجهه من الوجهات اللي هضرنا عليها، ولا تربحوا برطما، علاش لا؟ ما عليكم الا تشاهدوا الصور وصيفطوا رساله الاس ام اس ديالكم وشاركوا، عاودوا شاركوا باش تزيدوا من الحظوظ ديالكم. شاهدوا الصور ونرجعوا. مسابقة دوزين تعود هذا الصيف بشمتعكم بأحسن الأوقات. كل أسبوع فائز بإجازة لشخصين تتراوح بين 3 أيام وأسبوع كامل في منطقة من مغربنا الجميل تقضي فيها عطلة مميزة، تقع في شمال المغرب وتلقب محليا بالمدينة الزرقاء. تضم العديد من المعالم أشهرها ساحة طحمام، 1 شفشاون، 2 المضيق. أسرع بإرسال 1 أو 2 إلى 9090 وأجب على الأسئلة. الجائزة الكبرى هي شقة رافعة في آخر المسابقة فيها مساحات خضراء وحمامات سباحة قيمتها 54 مليون سنتيم. شارك الآن، حد سعيد للجميع. ثمن SMS 10 دراهم و80. مشاهدينا رجعنا معكم وحنا امام اخر محطه في هذه الرحله الجميله اللي سافرنا معكم ومع النجوم ديالنا. رحله اللي اكتشفنا من خلالها بزاف ديال البلايص، تعلمنا بزاف الحوايج على المغرب ديالنا، شي بلايص كنا عارفينهم شي بلايص ما كناش عارفينهم. وغادي نمشيو دابا لاخر سؤال. السؤال غادي يدينا لمدينه مراكش اللي كتعتبر من اكثر المدن المبهجه كيف ما تنقولوا، مدينه البهجه، مدينه مراكش. الواحد ما كيقنطش فيها وكتلقى فيها تنوع كبير في الانشطه السياحيه، يعني كاين ما يدار في مراكش وفي النواحي ديال مراكش. كاين واحد الموقع سياحي
تدشن سنة 2016. في 2016 تدشن هذا الموقع، وهذا الموقع كيتسمى بأمان. السؤال يقول كيف ما قلت، هذا هو آخر سؤال. السؤال كيقول موقع أمان هل هو عبارة عن متحف للحضارة الأمازيغية، للأثار، للأبحاث، ولا متحف لحضارة الماء؟ ثلاثة، جوج، واحد، ينطلق العداد. سؤال سهل 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 بزاف. درك يا رشيد. كيف قال؟ هو هو ثلاثة ديال مراكش، وكيمتد على واحد المساحة ديال 20,000 متر مربع. يلا انتهى الوقت وعندنا أربعة ديال الأجوبة صحيحة. لالا فاطمة التحيحيت، برافو عليك، الجواب ديالك صحيح. رشيدة طلال، الجواب ديالك صحيح. أسامة رمزي، الجواب ديالك صحيح. أمان نقل منا نقل منا نقل. صويلح خسرتي، الجواب ديالك صحيح. صحيح، برافو. انت قلت كتخرجي على راسك. سعاد حسن، الجواب خطا. ماشي مشكل، والله تنقل منها. والله تنقل منها. من من هي؟ من رشيده. انا والله القسم نطالب بالفار. اعاده الجلسه. الله يخليك. بلاتي خصني ندافع على راسي. انا اصلي شلح، أربعة هاد الكلمات ولا خبزه اللي تنعرف منهم امان. اخروم امان قيم كر اويد ولا ما عرفتش. ابتسام العروسي، الجواب ديالك انت خطا، والجواب الصحيح هو متحف لحضاره الماء. متحف محمد السادس ومتحف امان هو متحف محمد السادس لحضاره الماء، كيف ما قلتي تشن هذه سنوات، كاين في الدخله ديال مراكش كيف قلت قبيله، كيمتد على واحد المساحه ديال 20,000 متر مربع، واللي كيحكي على قصه حضاره الماء في المغرب وكيفاش تعاملوا معاه الاسلاف على مر العصور. يعني هو فكره جميله لنشاط ممكن نقوموا به، تقوم به العائله مع الوليدات. يعني فكره مزيانه انهم يتعرفوا على الثقافه ديال الماء وعلى تاريخه وحتى الفلسفه ديال التعامل مع هذا العنصر الحيوي. هو قبلة للزوار من المغرب من خارجه، صغار وكبار كيزوروه سنويا، تقريبا واحد 35,000 زائر كيزور هذا المتحف. يعني هو نقولوا في متناول الجميع، الكبار كيدخلوا بواحد 45 درهم كنظن، والصغار ب 10 درهم. فإلا كنتوا المرة الجاية في مراكش علاش لا ما تزوروش. والماء نعمة أكيد خصنا نحافظوا عليها، ومهم أننا نعرفوا تاريخ الماء، لأنه الماء عنده تاريخ في المغرب. اللي هو مهم أنك تقيل دوز من حدا المتحف وجاوبات يوميا. ياك وأنا 3 سنين وأنا ساكنة في مراكش دابا. وكتدوزي من حدا؟ كندوز من حدا زعما. إيوا هذه هي الفرصة المرة الجاية، وقفي ضربي دويرة وشوفي أشنو كاين في هذا المتحف. والله العظيم أكيد. يلا مشاهدينا، السؤال الاخر هو هذا، غادي نمشيو نشوفوا الترتيب النهائي ديال الضيوف ديالي، شكون هو اللي فاز بهذه الحلقه وشكون اللي جا في المرتبه الثانيه وفي المراتب الاخرى. سويلح في المرتبه الاولى ب 10 ديال النقاط. الله الله. المرتبه الثانيه اسامه رمزي ب 9 ديال النقاط. رشيده طلال المرتبه الثالثه، برافو عليك، 8 ديال النقاط. سعاد حسن ب 7 ديال النقاط في المرتبه الرابعه. لالا فاطمه التحيحيت ب 6 ديال النقاط. وابتسام العروسي وفيا المرتبة الأخيرة 5 ديال النقاط. استفدنا ولي أنا الأول. سعاد حسن، أسامة رمزي، رشيدة طلال، فاطمة التحيحيت، سويلح، وابتسام العروسي. شكرا لكم بزاف. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نتمنى نكونوا أعطيناكم الرغبة أنكم تكتشفوا بلادنا. بلادنا فيها ما يتشاف، فيها بزاف ديال الحوايج زوينين. ابتسام، وصلنا لنهاية ديال الحلقة. وصلنا لنهاية الحلقة هشام، كنتمنوا أن المشاهدين يكونوا استمتعوا بهذا السفر اللي اقترحنا عليهم اليوم. كيف ما قلتي هي كانت فرصة أيضا باش نعطيهم أفكار اللي بغى يسافر علاش لا، وكيف قلتي كل واحد على قد جهده، كاين يعني حويجات في متناول الجميع، ومن غير أنكم تسافروا في بلادكم استاهل كل منتوج ديال بلادكم ومنتوجات بلادكم. أكيد مسألة مهمة بزاف، ما بقى لنا إلا نقول لكم بسلامة عليكم، ونتلاقوا بكم فرصة واحدة أخرى إن شاء الله. سلامة.